السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية، هذه الحلقة التي تأتيكم من هنا من استديوهات قناة الريان الفضائية في منطقة الشيحانية والمطل على ميدان التحدي ميدان الشيحانية. نحييكم في الحلقة العاشرة لنواصل معكم هذه الرحلة لتغطية ومواكبة المهرجان الكبير الذي يقام تحت اسم ومسمى مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله تعالى. هذا المهرجان الذي يأتي ليكون بمثابة العرس الخليجي بالنسبة لأهل الهجن ولعشاق منافسات هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. لم يبقى إلا ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الانطلاق الذي سيكون في تمام الساعة 1:30 بإذن الله تعالى من ظهر يوم الغد يوم الأربعاء، حيث سنكون جميعا معكم في متابعة للأشواط المثيرة لأمسية الملايين. مرحبا بكم للحديث عن منافسات اليوم ومنافسات يوم الغد. يسرني أن يرافقني في هذه الرحلة الوجوه المعتاد متابعتها في برنامج الريس هيل بن غراب الكتبي بسلطان. إن شاء الله تكون رحلة موفقة الليلة يا بسلطان. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله رقدت عدل بسلطان. الحمد لله. زين. أيضا نرحب بسالم بن راشد بن الأسود المحلل الفني لقناة الريان الفضائية، حياك الله يا سالم. وأيضا بالأب الروحي وعميد المعلقين سالم بن سعيد بن حضير بن الكتبي، وكذلك بالمهندس حمد بن بطي الغفري. مرحبا بك مهندس حمد. وكذلك الترحيب متواصل بسعيد بن عامر البرطماني مدير مركز الجزيرة للأبحاث البيطرية، حياك الله أبو صقر، سعيدين بلقائك. وأيضا الترحيب بعبيد بن علي السناري المحلل الفني لقناة الريان الفضائية، وعبيد السنار، وأيضا فهد بن حباب المحلل الفني لقناة الريان. مرحبا بكم جميع. يمكن أبو سلطان ما باقي إلا ساعات ونشوف أمسية الملايين بكرة. شلون شفت المنافسات اليوم وتطلعات الناس للمنافسات يوم الغد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي على أخواننا المشاهدين وقول لهم سعد الله مساءكم بكل خير. بالنسبة يا أبو محمد، إحنا شفنا اليوم منافسات قوية ومنافسات على الأشواط اللي حطت الليل أشواط السيارات، وشفنا توقيتات وشفنا ركض طيب، وهذا يدل على حضور الناس واجتماعهم لهذه المركاض. أما بالنسبة للمركاض يوم الغد إن شاء الله الفترة المسائية، فهو بحضر فيه أقوى الهجن المرشحات والزمول البوش والزمول طبعا عمل كل المحليات العماليات والزمول العماليات، كذلك الشوط الأشواط المفتوحة للحول والزمول. فهذا طبعا عمل كل نحن بنشوف بوش سبق له المستوى وأعداد، شفنا عدد في الشوط، هذا الشوط اللي هو الشوط الرئيسي هذا 25 حايل فيه. نعم. فإن شاء الله نتوقع أن تكون منافسة قوية ومنافسة شديدة، وأتوقع أنه بيكون فيه الشوط ير من البداية للنهاية. صحيح محمد، يوم أنت تقدمنا للسادة المشاهدين، أنا سارح في شوط السيف يوم الحول مدورات وتطارد والجماهير تصيح. أنا سارح وحسيت بعمري لما تقدم السؤال. نعم. نعم. بكرة الناس طبعا اليوم شلون شفت المنافسات بصقر، وبكرة كيف أهل الهجن ينتظرون يوم الغد مثل ما سموا البعض أمسية الملايين بكرة؟ هي بالفعل أمسية الملايين، وطول الله عمر ويزاها الله بخير من ترك هذه أوجد هذه الأمسية أمسية الملايين. بشكل عام المنافسات مستمرة طيلة أيام المهرجان، الهجن على مستوى، ولكن نتحدث عن غدا نقدر نقول شوط المهرجان. هذا الشوط ياخذ ما اخذه المهرجان كامل، يعتبر المهرجان الحالة. صحيح. فنعطيه حيز ان شاء الله من جميع، سواء على مستوى الهجن اللي موجوده حصيله افضل الحول المتواجده عند ابناء القبائل راح تكون متواجده. ايضا انا اتوقع ان بتكون اجواء صاخبه ما تعمل كلمه من معنى من منافسه، ومن ايضا لان الضغط النفسي يرتفع، تقول سويعات انا اقول يرتفع بشكل تدريجي، ظهيرة الغد بيوصل الذروة. نعم، بس بنسب مئوية مثل ما صار مع جبارة اليوم. اي نعم، بس التوفيق من رب العالمين. صحيح. قلص النسب الان بقت 4%، هذه 4% تعادل تقريبا ما يقارب 20%، وخاصة في في الامتار الاخيرة. صحيح. 4% كبيرة. بنتكلم عنها بعد شوي. عموما مشاهدينا الكرام، نذكركم بان بامكانكم المشاركة معنا
من خلال موقع تويتر عبر تغريداتكم على هاشتاغ برنامج اندرسكور الرئيس. فمرحبا بهذه المشاركات وتغريداتكم. بالمناسبة أخونا حمد بن علي بن جرحب اضطر للسفر خارج الدولة بسبب أعمال فيه، نقول إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة يا أبو علي، وافتقدناك بنفتقدك اليوم وبكرة من غير شر. عموما نبدأ معاكم مشاهدين الكرام في تحليل أشواط المنافسات اللي جرت في الفترة الصباحية والفترة المسائية. في الصباح حضرت شعارات قوية تحديدا في الأشواط الصباحية اللي كانت على امتداد مسافة 6 كيلومترات. الشوط الأول حمل اسم غياثي التي استطاعت أن تبعث بالسلام إلى غياثي وإلى المنطقة الغربية. تهانينا لمالك غياثي السيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري، وكان توقيت غياثي 9:28 90 جزء من الثانية. ببطي شفنا هذا الشوط اللي من خلال استطاعت غياثي أن تنتزع الناموس. لبداية النومس زايد بن محمد بن زايد المنصوري على فوز غياثي بالشوط الأول. ممكن الناقة هاي أبو محمد شفناها انفردت ويعني وصارت بينها وبين اللي هي ناقة غانم بن منصور منافسة. لا الذيبة ناقة الزعبي. راشد بن حزام. والناقة ما شاء الله منفردة ونشيط وعصاها مغروزة ونهايتها طيبة. توقيتها طيب 9:28. خذ نقطتين في سباق الفترة الصباحية من خلال غياثي ومن خلال أيضا اللي هي الغربية اللي صاحبت الشوط الثالث. الناقة هذه على الرغم من ضغط الذيبة عليها إلا أن الناقة ما شاء الله وصلت من دون أي ضغط من دون أي تكلف. الناقة ما شاء الله نشيط واصلة، يعني ما ضغطها إلى خط النهاية. كانت في منافسة بينها وبين ناقة الزعبي إلا أن الناقة واصلت على الضغط وعلى سوق ناقة الزعبي. نعم. أما هي ما حركت الناقة سبوق وعندها احتياط. نعم. صاحبة نفس الشوط في سباق سيد سمو الأمير الشوط الأول. نعم. إذن غياثي أيضا تحقق نفس الشوط اللي حققته في سباق سيدي أمير البلاد المفدى الله يحفظه. أيضا في مهرجان المؤسس استطاعت أن تحقق الشوط الأول الصباح. الشوط الثاني كان شوط شاهين ملك السيد سالم بن محمد بن سالم العامري، واستطاع شاهين أن يحقق الناموس بتوقيت زمني مقدارة 9:50 90 جزء من الثانية. بن حباب كيف تابعت شوط شاهين في هذا المساء أو الصباح عفوا؟ بداية نمسي عليكم بالخير وعلى مشاهدين ومتابعين برنامج الريس، ونهنئ مالك شاهين سالم بن محمد بن سالم العامري على فوز شاهين وتحقيقه للسيارة السابعة في رصيده. البعير هذا في رصيده تقريبا اليوم حصل على السيارة السابعة. البعير هذا لاحظنا دخوله تقريبا بعد الكيلومتر الأخير، بعد الكيلومتر الأخير دخل شاهين واستلم المقدمة وحقق نقطة هذا الشوط بكل أريحية. ودائما البعير هذا نواجهه نشوفه في الأشواط الثمانية، ولكن الظاهر البعير هذا مر بإصابة وتو مالك مدخله في شوط الستة تجهيزا للمراكيض الختاميات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان بمعية عز الجيش مملوك السيد حمد بن محمد المري وكذلك بعير بن بيشان خلفه، ولكن استلم المقدمة تقريبا عند 800 متر الأخيرة حتى تصدر هذا الشوط حتى خط النهاية. فيستاهل مارك. إذن يستاهل راعي شاهين سالم محمد بن سالم العامري. 12 شوط أقيمت في الفترة الصباحية. نتعرف معاكم الآن على الأخوة الفائزين بالنواميس الأشواط الـ12. إذن مشاهدينا الكرام شفنا أشواط الفترة الصباحية. اليوم أنتم قلتوا عبيد في استوديو ميدان التحدي بأن أفضل توقيت ما أدري وين، بس أفضل توقيت أعتقد عند هدادة الغانم بن منصور سيد الخيارين. صحيح. نعم. أفضل توقيت عند هدادة اللي يمتلكها غانم بن سيد منصور الخيارين. نهنيه النواس ونهنيه التوقيت. ليش ما قلتوا زين؟ ها؟ ليش ما قلتوا اليوم في البرنامج؟ لا قلنا. قلتوا أفضل توقيت. نعم قلنا. نعم.
اذا افضل توقيت كان مع هداده للسيد غانم بن منصور بن غانم مرسيب الخيرين، وتوقيته 9 دقائق 21 ثانيه 70 جزء من الثانيه. اشواط الفتره المسائيه وتحديدا الشوط الاول منها كان شوط صراحه فيه اثاره وفيه متعه، حتى نقول المتر الاخير او تقريبا ال 200 متر الاخيره شفنا جباره اللي عند بن حمد بن سلطان حمد بن سلطان بن سلطان الدرويش المنصوري، والما عند ناصر بن عبد الله المسند غيرتها تقريبا في 100 متر الاخيره، توقيت الما 13 دقيقه 13 ثانيه 70 جزء من الثانيه. شو تقول ابو سعيد في هذا الشوط اللي جباره قادته من البدايه؟ والله شوط مثير. اول شيء انا اقدم التهاني لناصر بن عبد الله بن احمد المسند على فوز الماء بالمركز الاول والعرض الذي قدمته، وسلاماتنا الى اهل الخور واهل الذخيره. جبار ابو محمد عندما انطلق الشوط كانت في مقدمه هذا الشوط وباعدت، ما قلنا شيء بيلحق هذه الناقه، انفردت انفراد كامل، وتقريبا هذا اداء جباره دائما معودتنا تنفرد عن بقيه المراكز. لو تلاحظ دخول الماء تقريبا في ال 300 ما ادري 200 لا لا في ال 50 في ال 200 متر الاخيره قدرت انها تسحب بساط المركز الاول وتهدي الفوز والناموس الى اهل الخور والى المالك دائما الذي يمتلك من خيره الهجن متواجده في عزبته ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. مسيه بالخير وعلى هذا الاداء المتميز في شوط الحول الشوط الاول في هذا اليوم. نعم، إذا هذا كان شوط ألما الشوط الأول المسائي. الشوط الثاني كان شوط أيضا منافسة، واستطاع من خلاله العاصف أن يعصف بجميع المشاركين، ملك السيد صالح بن حمد بن هاملة المري، توقيته 13 دقيقة 41 ثانية 28 جزء من الثانية. عبيد العاصف شفناه عصف بالمشاركين، وأيضا من سلالة مرموقة سلالة الباز المملوك لسيدي أمير البلاد المفدى. تقدم المالك العاصف صالح بن حمد بن هاملة والأخوان الكرام على انتزاع العاصف للشوط في هذا المساء. العاصف احنا شفناه كان علامة فارقة في هذا الشوط، قام راس وبعد المسافة بينه وبين بقية المشاركين، وكان في قعود اللي يسمى مشاقب للنهيان بن حمد بن هيال العامري، فعلا نافسه في الامتار الاوله، ولكن عند انتصاف المسافه بعد المسافه شوف العصاف القطان بدون اي اوامر. القعود هذا طالع من عند ابن ذروه شاري صالح بن حمد بن هامله، ثاني في الكبرى في الشوط الاول، ثاني على السياره في سباق سيدي سمو الامير، سابق في سوحان وكاسر التيم جايب 13.7، ابوه الباز وامه مهجنه. البعير هذا انتاج قطر، انتاج قطري يعني البعير، امه وابوه. والبعير صراحة الليلة يعني هو من العام السبق موجود، لكن البعير دائما يكون عنده وعكات صحية، لذلك ما شفناه عند صالح باستمرار. صالح يحب السلالة هذه اللي هي سلالة الباز، هو صاحب المفتي ودائما يشتري سلالة الباز خصوصا في القعدان، والله موفقه في قعدان عيال الباز. والباز غني عن التعريف، يمتلكه سيدي سمو الأمير ومتواجد في الأبرقة، والبعير انتاجه ما شاء الله يعني قوي، جاب قعدان وجاب كارقوا، منها العاصف هذا ومنها للمفتي ومنها قعدان كثيره متواجده عندنا في الشحانيه. نعم، اذا 14 شوط نشوف معاكم مشاهدينا الكرام الاسماء اللي استطاعت انها تحقق المركز الاول في هذه التحديات ال 14. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا شفنا معاكم الأخوة اللي فازوا اليوم في الأشواط الصباحية والأشواط المسائية. سالم، أيضا من خلال نتائج اليوم نستطيع أن يمكن بنسبة كبيرة أن نحكم على استعداد الملاك اللي بكرة راح يدخلون في أشواط الرموز. بدأت أمس عليكم محمد وعلى المشاهدين، بالفعل من مشاهدنا اليوم في أشواط المساء وأشواط الفترة الصباحية، الهجن اللي مقدمينها بكرة إن شاء الله في أشواط الرمز
سواء عند محمد زايد او عند المسند او اللي عند رانا منصور، احنا شفنا لهم حضور اليوم سواء في الستة كيلو او الثمانية، شفنا انجازات طيبة. هذا ينعكس طال عمرك على الهجن الموجودة في عزابهم اللي راح تشارك يوم الغد ان شاء الله، لان المراحل المشاركات بكرة خيرت ما عندهم. بكرة موجودة في الأشواط سواء المفتوح أو أشواط العمانيات الزمول أو الحيل، فنتج اليوم تقول الشعارات هذا بكرة راح يكون له تواجد، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين يا أبو محمد. نعم بالحضير بكرة كل المشاركين يعني على أعصابهم، يمكن مو من الليلة، من يوم سمعوا بهذه الجائزة، لأنهم يدرون يمكن الجائزة هدف لهم، وأيضا ناموس هذا الشوط يمكن هو الأكبر ناموس في مهرجان المؤسس في شوط تاريخي، مثل ما قال عبيد، أنت اللي البارحة قلت عبيد أن هذه بنت فلانة أم الخمسة مليون، صحيح. يعني بيكون للتاريخ، شوط للتاريخ. والله أبو محمد من أعلنا وعنا هذا المركاض، والأخوان الملاك حسبوا له ألف حساب، وكل مجهز وكل عد العدة، وكل اشترى حايل يباها في هذا الشوط، شوط الملايين أبو محمد، 13 مليون ولا أدري كم بعد باكر. اكثر من 16 مليون اكثر من 16 مليون اكثر عن 16 مليون وشوط هذا ال 5 مليون هذا العالم كلها تنتظر وكلها تريا هذا الشوط، يبون يشوفون شي ناقه ال 5 مليون اللي بتحظى على ال 5 مليون وتهدي الفوز والمبلغ هذا المالكه بكل جداره يعني، وهو مرتاح يعني عنده ناقه جايبه 5 مليون. هاي الناقه من ربع عزل هنا ما بالها مركاض، عقب هالمركاض بخليها بس حق يقولون هاي ناقة الخمسة مليون، بنوخها وخلاف يوم بتموت بعد بحنطها بخليها في البيت ما بتفارق يا حتى عيال عيالي بيدروبها. نعم شو تقول حمد؟ والله أبو محمد الشوط هذا يعني شوط تقدر تقول أنه الأكثر جماهيرية في الموسم، هذا شوط الخمسة مليون لرفع قيمة الشوط المادية. الشوط هذا ممكن تم الإعلان عنه الآن في شهر خمسة بعد الانتهاء من مهرجان سمو الأمير، أن في شوط بيحمل يعني مهرجان المؤسس بيكون في أجندة المهرجانات ميدان الشحانية، في شوط قيمة يعني قيمة جائزة المركز الأول 5 مليون درهم. الناس من العام بالذات أنا أكلمك عن المطية 5 مليون ريال، 5 مليون ريال، 5 مليون درهم، ترى عندنا احنا نعم نص ريال 50 درهم ما سوينا لهم شيء 5 مليون درهم. فالشيء هذا أبو محمد يعني عندك أنت من الموسم اللي فات تقريبا من شهر 5 تم الإعلان عن هذا الشوط، وأنا أكلمك يعني عن كبار الملاك اللي دائما يحضرون في الرموز. الشوط هذا عندهم هاجس من نهاية الموسم الماضي، من أول يوم تم الإعلان فيه عن هذا الشوط يعتبر هاجس كبار الملاك. كل ناقة خذت سيارة يا الثاني على السيارة، خذت رمز يا الثاني على الرمز، سحبا من أشواط السيارات ودخلا في هذا الشوط، صحيح. يعني أنا شفت في مطايا مسجلة في رصيدها سيارة أو أبلغ مشاركة لها شوط سيارة سجلت في الرمز، إما أنها مسجلة خدمة في الشوط، وإما أنها باني عليها أمل اللي هو راعيها ومالكها. الشوط هذا أبو محمد كتصنيف أنا أشوفه زحمة الحول اللي فيه حتى يفرق عن سيف سمو الأمير، يعني كعدد كآخر شوط يعني عندنا في مهرجانات دولة قطر، يعني آخر رمز يوضع في هذا الموسم في ميدان الشحانية، حسبة شوط تفرق. ممكن تاريخيا يعني دائما الأشواط اللي مميزة كانت من رصيد هجن الشحانية، يعني الهجن المتواجدة في الشحانية، منهن أول بنت لي وضع خذتها غالية، ثاني سنة خذتها إعلان، الموسم الماضي خذتها اللي هي الدوحة الجار الله بن محمد بن عقيل الجوائز المميزة، شوط اللامبرغيني خذها مرضي منصور بن محمد بن منصور، صحيح. فالأشواط المميزة من أربع سنوات أو من بدأ واضحاً بقت في الشحانية كميدان الشحانية، هذه كحسبة وكنتائج على أرض الواقع. نعم. فاحتمالية بقاء هذا الشوط واردة في يوم الغد. نعم بالأغراب نقول بأن بكرة شوط مميز، يعني كل من له علاقة في الهجن لازم يتابع هذا الشوط بكرة، لأن فيه أكثر من شيء يجذب له الشوط. نعم الشوط يا أبو محمد يجذب أول شيء من جائزته الاسم اللي يحمله، ثانية بالثانية اجتماع البوش اللي فيه 25 ناقة الملاك اللي محاضرين، فهذا الشوط كلن يحاسب له ويحاسب له حساب، وعلى الأقل
بيشوف وبيتابع الشيء الناقه الله يوفقها وبتكون بتنال الشرف بتنال الناموس بتنال الحين مثل ما تقول العرب كلنا عادين معدته ومجهزين وكلنا مجهز احسن ما عنده وعدنا للشوط. تدري يا ابو محمد ان هذا الشوط اللي سوي من حط جائزته ورتبه ودخلنا هذا المهرجان انفتح مجال حق الاشواط الباجيه في الهجن في الاشواط الباجيه انفتح لنا مجال ان هذا خذ بوش نقو خذ بوش عدد وخذ بوش كلهن اللي ماخذ السياره واللي ماخذها رمز واللي منافس على السياره فالناس يعني ان عمرك عادين اعداد وحاسبين حساب وانت تتعامل ويا حيوان ما تعرف متى جاهز كانك تجمع احسن ما عندك وتشخصه الانسان يعرف بوش ويعرف شو نتائجهن ويعرف ركضهن فهم كل انسان من هاي الملاك قدم اثنتين وثلاث من احسن ما عنده للشوط هذا اللي بتكون دفاع اللي بتكون في خط الوسط اللي بتكون هجوم اللي فالناس اللي المشاهدين اللي يشد انظارهم هذا المنافسه ترى الشوط شو حالاته ابو محمد حالاته المنافسه صحيح. كثره العدد والمنافسه اما الشوط واحد اللي تنفرد ببعيد فهذا حتى المشاهد يعني ما يتمتع مثل ما يتمتع صح. المنافسه بكره ما راح يصير هذا الشيء لا بكره انا ما اتوقع انا باكر كل بيصير مراقبه والملاك مدخلين اعداد ما بيصير وحده راح حمبرد اللي بيصير عندها وحده من الملاك اللي مشاركين فيها شوط او ثاني انا اتوقع الشوط يكون متقارب لكنه فيه غير في اكيد اي نعم نعم ابو صقر قال قبل شوي حمد الغفري ان الاعداد اللي شاركت فيه يمكن تكون اكثر من الاعداد اللي شاركت في السيف الفضي سيف سيدي امير البلاد المفدى، برايك ليش هالشيء صار؟ شوف اول شيء الطموح حق مشروع. المشاركه مطلوبه. ويقول الشعر العربي على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتهوني في وجه العظيم العظائم. الناس سلمك الله باكر داخلين ولكن الواقع يفرض نفسه بقوه. وفي كثير من الأحيان شاهدنا نتوقع بأنه راح ينفصل الكيف من الكم في نصف المسافة تتحدث شخوص المطايا اللي بإمكانها تقاوم على طيلة المسار وفي مطايا بإمكانها أن تسلم وما تظهر بالمستوى المعهود أو صاحبها يعرف أن الحلال هذا دخل في مستوى مو في مستوى وفي هجن أيضا في المقابل وكثير تحدث هذه مطر ناقة مستوى هذه الخاصة خلة المطايا هذا حيوان يعني حالته يعني النفسية يعني صعوبة بمكان أنك تحددها يوم بيظهر لك بمستوى أوكي يوم بيظهر لك بمستوى يعني غير متوقع ولكن اللي راح تسبق بتسبق معروفة بتسبق بعد منافسة قوية بتسبق بعد سلمك الله ما تخوض يعني منافسة قوية جدا والشوط بينحسم فيها أمتاره الأخيرة نعم هذا تعتقد هالشيء أتوقع نعم إذا خلونا نروح معاكم الآن مشاهدين الكرام نأخذ آخر الأخبار من عند زميلنا محمد بن بريك المري حياك الله محمد متواجد أنت أيضا في محيط الميدان حدثنا عن آخر الأخبار سمعنا محمد أن حسب ما جاتنا من أخبار من اللجنة والرسالة اللي بعثتها اللجنة أن بكرة الانطلاقة 1:30 أيضا في تغيير في الأشواط نعم مساك الله بالخير الأخ سعد والزميل ومسا عليك بالخير وعلى ضيوفك الكرام في الاستديو اللي حقيقة متميزين في هذا المساء في ليلة الشوط المنتظر بالفعل جوابا على سؤالك أخوي سعد بالفعل اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة عدلت على انطلاقة على وقت الانطلاقة في مساء الغد الانطلاقة راح تكون إن شاء الله في تمام الساعة 1:30 المتعارف عليه عند ملاك الهجن في كتاب السباق الانطلاقة أو في جدول السباق كانت في تمام الساعة 1:00 ظهرا عدلت على الساعة 1:30 الانطلاقة راح نبدأ إن شاء الله في مساء الغد بشوط العمانيات الزمول بعد ذلك العمانيات الحيل بعد ذلك الشوط المفتوح للزمول محمد الظاهر نبدأ بالحيل العمانيات الشوط الأول حيل العمانيات زمول العمانيات نعم زمول نعم مفتوح حيل مفتوح حيل مفتوح سعد الأهم أشواط مساء الغد يوم الختام جميعها مهمة أشواط رموز ولكن أهم الأشواط هو آخر شوط ذكرت أخوي سعد شوط الملايين صحيح الشوط اللي حقيقة حسب اللي واجهناه وشفناه هناك زخم إعلامي كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام القنوات الفضائية هذا المجلس التحليلي اللي متابع
متابعة كبيرة من ملاك الهجن، تتوجه الأنظار إلى موقع الاستديو التحليلي معك ومع ضيوفك الكرام ليتعرفون المتابعين والجمهور على أهم الهجن المرشحة. حقيقة أخوي سعد، قناة الريان وكاميرا الريان الليلة زارت بعض العزب، البعض امتنع عن أخذ اللقاء وعن التصريح وعن أي إدلاء بكلمة. كذلك مثل من محمد، عدد كبير من الأخوان أخوي سعد كان عندهم تحفظ، كان عندهم البعض منهم يقول أنا يعني مشارك مجرد مشاركة، البعض الآخر يقول أنا لو أضمن أني باسبق أنا أكيد بأخذ لقاء. فالكل عنده تحفظ، الكل عنده رهبة حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لهذا الشوط. هذا شوط الموسم، كثرة مسميات هذا الشوط أخوي سعد، شوط الأشواط، شوط الملايين، شوط الموسم، الشوط المنتظر، الشوط التاريخي، أعداد أو مسميات أطلقت على هذا الشوط اللي خذ ونقدر نقول خذ حيز كبير من أشواط المساء الغد بكل ما تحمله الكلمة معنا. شوط كبير، جائزة كبيرة، أعداد كبيرة حاضرة في هذا الشوط، 25 اسم، شعارات لها ثقلها، حضورها هجن. نعم سعد. محمد أنا بسألك الحين، باعتبار أنك زرت أكثر من عزبة اليوم، أمس طبعا طلعنا عزبة صالح بن حمد القمرة وكان لقاء مع محمد بن جهويل، وأيضا طلعنا لقاء مع سعيد بن عبد الله بالأسود المري راعي العنود، من الملاك اليوم حسيت انه والله انه عنده ثقه كبيره بانه راح بكره ينافس على السيف الفضي؟ حقيقه اخوي سعد في هجن مرشحه، هجن تاريخيه، هجن، لكن من حسيت هرموز. محمد نعم اللي حسيت، والله حسيت احنا الليله اخذنا لقاء مع عزبه بن غدير وكان المتحدث سالم بن راشد، ثقه تامه مع سلابه، كذلك اتجهنا الى عزبه صائد الرموز غانم بن منصور المشارك مع محمد بن زايد المنصوري بمسيره رعيه السيف في اقل من شهر او تقريبا شهر، ايضا بثقه تامة. أيضا عزبة محمد بن سلطان بن مرخان زرناها الليلة وكان ترحيب من كافة حقيقة اللي زرناهم الليلة، أيضا مشارك بثنتين وكان أيضا واثق بحضور وأيضا بأحد المشاركات. كذلك زرنا حقيقة محمد بن زايد المنصوري المشارك كان عنده ظرف منعه، ولكن التقينا المضمر المعروف محمود الوهيبي وكان واثق تمام الثقة، صورنا الهجن في أكثر من مكان مع كافة المشاركين. البعض الآخر بعض المشاركين تردد أخوي سعد عن أخذ اللقاء مع قناة الريان، وإحنا أيضا ما نلومهم، شوط أعصاب وشوط ضغط، الأعصاب مشدودة، العيون تتوجه إلى مساء الغد، أيضا الاستديو التحليلي كذلك من خلال المجالس أخوي سعد، من خلال الطرقات الناس اللي التقيناهم الكل يعني حديث المجالس هو هذا الشوط سعد. نعم. شكرا لك محمد بن بريك المري على مجهودك، وأنت الجندي المجهول، شكرا لك محمد ما قصرت. إذا مشاهدين الكرام، مثل ما سمعنا محمد بأن هناك تفاؤل عند البعض، هناك تحفظ من بعض الملاك اللي راح إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق جميعا بكرة في هذا الشوط. عبيد السناري كمالك عليك ضغط نفسي إذا بتشارك في شوط ما قد صار مثله في تاريخ سباقات الهجن، أكيد بعد أنك محظوظ أنك بتشارك وبتعيش هذه اللحظات والحماس مع هذا التحدي. بالتأكيد يا أبو محمد، بالنسبة للشوط هذا، شوط الخمسة مليون، شوط كل الملاك سجلوا أسماهم وشفنا هجن، بعضها طال عمرك في رصيد السيارة، وبعضها جاي ثاني على السيارة، وبعضها منافس على رمز، وبعضها ماخذ رمز، وزج بها في الشوط هذا كله 25 حائل لأهمية هذا الشوط ولا ما يحتوي هذا الشوط من جائزة قيمة، وكذلك لدخول التاريخ من أوسع بابه، يعني الذلول بكرة اللي بتسبق وبتأخذ الخمسة مليون هذه بتدخل التاريخ وبيعرفها الصغير والكبير على مستوى دول مجلس التعاون وعلى مستوى شعبية أهل الهجن. فالمالك أو المضمر، أنا أتوقع المضمر هو اللي دائما يعاني أو يعني يكون عنده وضع صراحة لا يحسد عليه، خصوصا في الأوقات حاليا الناس كمضمرين يا ابو محمد، الهجن هذه اخلصوا منها، ضمرها ما عاد الا توفيق الله سبحانه وتعالى، مستعده الليله ممسيه في عزبتها، بكره بترقد في عزبتها للظهر وبتروح للشوط، المضمر ما عاد يقدر يسوي فيها اي شيء ذلحين، الضمار وقف زين، ولكن المضمر دائما يقرا الشوط ودائما يفكر في الشوط ودائما خايف من الهجن الموجوده بعد يقرا اذكار الصباح بكره. اذكار الصباح والمساء والليله الله يعينه المضمر، والله يعينه، الله يعينه على التهجد بعد الليله، الله يعينه على التهجد، والله يعينه على الدعاء، لا بغرام نعم نعم والله يعينه على الوضع، والله ونعم ونعم. واكثر المضمرين خوفه او الملاك خوفه
قبل لا ينطلق الشوط. من ينطلق الشوط خلاص طاح الحطب على قولتهم، خلاص المطية طال عمرك وفي الميدان ومع أخواته في الميدان، والله الله كاتبه بيجي صحيح. لكن دائما المضمرين في الانطلاقة في التحضير في هذه الأمور اللي يخافون منها. فصراحة نتمنى التوفيق للجميع. آمين يا رب العالمين. الله يوفقكم جميع. مشاهدين الكرام، سنفتح الباب على مصراعيه للحديث عن أشواط يوم الغد، أشواط الرموز، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل معكم الحديث. وقبل ما ندخل في الحديث على الأشواط نروح مع تغريداتكم. إيمان الغيثي تمسيكم بالخير، مرسلة أبيات. أيضا أحمد بن إيروان المنصوري يقول أيضا أبيات شعرية يعذرون الإخوان في القصيد اليوم، يمكن من حد نخصص الحديث للجماعة ولكن مالي عذر والله. ما مالك عذر. هي مالي عذر. يقول والله لو انها بالتماني تمنيت شقرا يدين اهل الفلس، ما قنتها معروفة ما هي بتحتاج تثبيت من طيب مجناها وكثر بركتها، منين ما راحت تحطم التواقيت تعسف وتشرى سابقا في سنتها. صح الله لسانك يا المنصوري. عبد العزيز بن عودة العطوي يقول سلابه وبكل قوه. بدوي غرامي مسيكم بالخير يقول الناموس فال الجميع. نايف العنزي يرحبكم يقول مرحبا بهالطلة للجميع، وخاصة ابن حضير مراجع شباب ما شاء الله عليه. الله يخليه إن شاء الله. نعم. بالخير. هجن المشاف يمسي عليكم بالخير يقول أرشح مسيرة بكرة. أيضا غريم الشوق المسي بالخير، وأيضا يقول تجمعوا للشوط من كل ديرة والجائزة للشوط 5 ملايين، ولحد عن الناموس يذخر ذخيرة والكل يدعي يا عسى الله يعين. بكار مشهورات نقوة وخيرة، ولا فيهن اللي تخلف الظن ظنين، وكل على ذلوله وكل مش يقول على ذلوله، هقوته كبيرة ومن شدة الحفوز ما تغذي العين. صح الله لسانك. هذه قلنا مجموعة من الأبيات، القصيدة أطول من ذلك. أيضا بن قنيفذ العتيبي مسي عليكم بالخير ويقول مشكورين على برنامجكم. عشق بدوي يرشح العنود الله يوفقها ويقول راعيها فالك 5 مليون. سمو المشاعر يقول بالتوفيق للهجن المشاركة وخصوصا الهجن القطرية، وبكرة يتوقع أنه يكون لصاعد الرموز نصيب في المنافسة. صالح الكربي يقول بكرة معركة داحس والغبرة بين فطاحلة المضمرين وبين القوى العظمى لمضمري الخليج. مرضي الخمعلي الشاعر يقول يا عبيد مال النوم طاري بعيون راعين البعارين بعد الظهر ذات الصواري والجائزة 5 ملايين. فهد بن سعد بن بندر المقاطي يقول أرشح حبيب ملك بخيت بن سالم بن خزينة في شوط الزمول العمانيات. فيصل الخمعلي أيضا مسي عليكم بالخير، وأيضا محمد العامل يرشح سلابة. المنصور يقول الترشيح بين هجن بن غدير وبن مرخان. ناصر العطوي يقول ترشيحي على شعار بن جبرين وفاله التوفيق. بالمناسبة بن جبرين بكرة داخل بسبعة مطايا في شوط السيف. أيضا الكتبي سلطان الصغير الكتبي يقول أرشح الخليج ملك عبد الله بن حمد بن هيان العامري. صالح الكربي يقول وين سعد وين قوت من شوط 5 مليون. والله ودنا تشارك يا صالح، ولكن الناقة ضالع وهي الحين موجودة في المملكة العربية السعودية في ميدان القصيم. هجن المشاف قلنا يرشح مسيرة. عقاب المري يقول بارك لصالح بن حمد بن هاملة بيعه الباز بخمسة مليون اليوم. اليوم بيعه يقول بكرة رمز إن شاء الله. زين والله ها لبن هاملة بيع رمز بايع اليوم بخمسة مليون الله يرزقه إن شاء الله. يقول بكرة بعد إن شاء الله فاله رمز بعد. الله على كل شيء غدير. من الحين مشاركات. يمكن. الله على كل شيء غدير. سمير العطوي يقول هل ممكن مشاركة الهجن الأردنية في مهرجانات الخليج؟ وأتمنى تطرح السؤال. ما في شك يا ابن سمير، احنا وياكم واحد، هل الأردن وإحنا عرب ونرحب بالعرب دائما. نتشرف مشاركة. نعم ونتشرف والله.
من هالي شامخ يقول أشكر المنظمين على هذا المهرجان الأكثر من ممتاز. جابر اليامي يقول مساكم نواميس وأحلى تحية لكم يا محللين قناة الريان ويشكركم على البرنامج. يقول ساري المزروعي أمسي عليكم بالخير وخص بالحضيرم نبغي كلوز على لؤلؤة الميادين ميدان الشيحانية وصورة أهداء من أهل العريش. بعد مرسل لكم صورة العريشة في الغربية. في الغربية نعم. نعم ساري نعم. نعم ساري المزروعي شوف الصورة على شعلة الضوء هناك. نعم هناك التلفزيون في مدينة زايد. هناك التلفزيون وراهم ما أدري إذا واضحة ولا لا. نعم سالم من خادم الزرعي مسي عليكم يقول الناموس لألمة للمسند والعاصف ل بن هاملة كاتب للهاملي لا بن هاملة يقول ورشح الوطن للخمسة مليون الوطن المملوكة للسيد صالح بن حمد القمرة. حمد بن مخيت بن خزينة يمسي عليكم بالخير ويقول هني ناصر المسند على تغيير ألمة للأحداث في الأمتار الأخيرة واقتناصها للشوط الأول. أيضا التغريدات كثيرة يعذرون الأخوان. يقول ناصر بن بنا المري ما هي تحضر غير في شوط يحير به الفكر في غير رمز الشوط الأول ما ضرت بإطلاقها. هذا بيت من قصيدة لبن بنا. الشاعر محمد بن مطيش عفوا بمشيط المري الشاعر محمد بن حمد بمشيط المري الشاعر العملاق الكبير يقول شاركت في هاشتاغ برنامج الريس برنامج يستقطب متابعينه والسبق بكرة عند من يرخي الكيس الهجن صقع والجوائز ثمينة. صح الله لسانك يا محمد بمشيط المري على هذه الأبيات الطيبة. عموما التغريدات كثيرة بنرجع لكم إن شاء الله مشاهدين الكرام ولكن إذا قلنا بنحضير بكرة شوط يعني خلنا نتكلم على شوط المفتوح اللي هو شوط الخمسة مليون. إذا نتكلم على هذا الشوط أنه راح يعمل نقلة نوعية على مستوى الأشواط الرئيسية أنا أتوقع هذا الأمر. نعم. ما أدري تتوقع أنت معاي إن من هذا الشوط بنشوف المهرجانات الكبيرة أيضا تسير في هذا الخط البياني المتصاعد من ناحية رفع قيمة الجوائز ومن ناحية أيضا تسليط الأضواء على مثل هذه الأشواط الرئيسية. والله تسليط الأضواء على هذا الشوط الرئيسي هذا الشوط المفتوح شوط الخمسة مليون أبو محمد هذا نقله للهجن خاصة سن الحوت. الواحد اللي عنده ناقة هاي بتشوفه الناقة هاي يحافظ عليها لو ينعطى فيها جيمة ما بيبيعها يبي يشارك بها أن الجائزة مغرية أبو محمد خمسة مليون خمسة مليون قيمة الناقة هذه الناقة تيب لك خمسة مليون ما يحتاج تبيعها أنت بخليها أنا تيب لي الخمسة مليون شعنا أبيعها مليونين ولا مليون ونص وجائزتها خمسة مليون لا منو بيبيع الغالي واحد يمتلك حاي الباكر تاخذ 5 مليون ما بيبيعها يسد الشرف انه ما اخذها 5 مليون. نعم هذا دعم بتوجيهات من امير البلاد مفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني طول الله عمره دعم لهذه الرياضة رياضة الاباء والاجداد ولابناء دول مجلس التعاون. هذا يشكر عليه ابو حمد على هذا الدعم وعلى هذه الجائزه اللي ما قد استوت اول مره تستوي في دوله قطر ابو محمد هاي الجائزه. الملخص يقول جابر متعب ملخص ابيات يقول يا ابو محمد لك وقار واحترام جزاك الله خير وما عليك زود قلته وقبل يا عالم قد قالته لكن نصيحه لا تطول في الكلام شرواك جمهوره يداري حالته قافيك شوطن نعم لقب بشوط الزحام زحام. ما بالسبوق رمزها مش يقول اشتالته ما بالسبوق رمزها الا اشتالته في الشوط بكره فيه اثاره وازدحام اثارته قافيته في قفايته وقبالته اثارته في قفايته وقبالته تنعد ايته اي نعم صح الله لسانك يا ابو متعب قفت واللي اقبلت نعم نعم ما تخرب حفظه نعم صح الله لسانك مشكور والله يا ابو متعب ما ودي اني اعدل ابيات لكن عديتها يومها منك جزاك الله خير يا ابو متعب. عموما خلونا نبدا الحين فريق الاعداد باستعراض الشوط المفتوح نبدا مع الشوط الرئيسي الشوط المفتوح نتعرف على اسماءه يمكن اذا جاهز شوط المفتوح الخمسة مليون لا
لا تعطوني شوط العمانيات آخر شوط قل له بس أعطوني يلا بسم الله يلا خلونا نتابع إذا المشاهدين الكرام هذا الشوط اللي الكل ينتظره الجمهور أيضا حاب إنه يتعرف على الأسماء اللي بكرة راح تدخل عموما الأشواط بكرة بتكون الشوط الرابع هو الشوط الأخير شوط الحيل المفتوح إذا في هذا الشوط الرئيسي الوطن صالح بن حمد القمرة براقة محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين العنود عبد الله بن سعيد بن الأسود فتنة محمد بن علي بوساق المري بشاير رياض بن ثامر السعدون العابرة محمد زايد خلفان المنصوري الظفرة زايد بن محمد بن زايد المنصوري الغربية زايد بن محمد بن زايد المنصوري سلابة محمد بن راشد بن غدير الكتبي الطيارة سويد بن زايد بن قشمان المنصوري شديدة صالح بن حمد بن مقارح المري شديدة جابر بن حمد الغفراني المري مسيرة محمد زايد خلفان المنصوري القويعية محمد سليمان حمد بن جبرين الضبي سلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين تغاريد سعد بن حمد بن سليمان بن جبرين بداية وحضور لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي شوق محمد بن راشد بن غدير الكتبي الحذرة محمد بن سعيد بن الخالص العامري الرياضية وراهية لسلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين براقة عبد الله بن عنزان بن خاتم النعيمي الدوحة والعاصمة لجار الله بن محمد بن عقيل المري إذن هذا هو الشوط الرئيسي شوط 5 مليون 25 اسم يشارك في هذا الشوط كل الأمنيات لهم بالتوفيق حمد بن بطي الغفلي هذا هو الشوط الرئيسي أخيرا تعرفنا على الأسماء كيف ينظر حمد الغفلي لهذا التحدي ولهذه الأسماء والله أبو محمد الأسماء هذه الأول مرة تجتمع في شوط واحد في العادة نحن عندنا في يوم توضع فيه شلفة وفيه سيف سمو الأمير اختصر شوط الشلفة وشوط السيف في قائمة تمتد ال 25 مطية وعلى رأسنا نبدأ بالوطن صالح بن حمد القمرة ناقل عام ماخذ شوط 10 كيلو السنة ظني ماخذ المركز الثالث مرجان جائزة زايد الكبرى براقة محمد بن حمد بن سليمان الجبرين صاحبة الشوط الأول في مهرجان جائزة زايد الكبرى مسجلة 12 و35 العام وصيفة الرمز على ترسلابة مهرجان نعم وهذا السيف الفضي قدامنا يا بطي العنود عبد الله بن سعيد بالأسود المري صاحبة مجسم قصر الحصن وصاحبة سيارة في مهرجان سمو الأمير عندك بشاير لرياض بن ثامر السعدون ناقة حاصل على المركز الثاني في مهرجان فخر الأجيال وعلى ما أعتقد المركز الثالث أو عندها رمز الحصن نعم سن الثنايا بعد ناقة طيبة عندك محمد بن زايد من خلفان المنصوري وزايد بن محمد بن زايد مشاركين بالعابرة والظفرة والغربية سلابة لمحمد بن راشد بن غدير شفنا ركضها في شوط الشلفة حصلت على المركز الثاني عندك شديدة لصالح بن حمد بن مقارح صاحبة كأس الخليج في الكويت مسيرة لمحمد بن زايد من خلفان المنصوري على ما أعتقد هي صاحبة سيف سمو الأمير طبعا بالمناسبة مسيرة هي لسيد منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيرين ولكن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن أصدرت قرار بأن المطية تسجل بشريحتها اللي هي موجودة في رقبتها باسم المالك يعني بحسب البرنت اللي موجود لذلك راح تشارك مسيرة بكرة باسم السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هي مسيرة نفسها نعم وعندك البداية لمحمد بن سلطان بن مرخان حصلت على المركز الرابع في شوط السيف ماخذ الشوط الاول في الوثبه من فتره وانتقلت ملكيه محمد سلطان عندك حضور في رصيده سياره مهرجان سمو الامير في مهرجان اليوم الوطني في الشوط الاخير عندك الحذره لمحمد بن سعيد بالخالص عندك راهيه لسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين صاحبه الكاس العام في الوثبه وحصلت على الكاس في قصر الحصن وعندك الدوحة والعاصمة الجار الله بن محمد بن عقيل العام جار الله بن محمد شارك في مهرجان سمو ولي العهد وحصل على المركز الأول والثاني طبعا ما عندي معلومة عنهن لكن بنفس الأسماء نعم الدوحة والعاصمة لكن ممكن هن يكونن أخطر المرشحات في يوم الغد نسبة إلى تواجد جار الله في المهرجانات يعني شارك عندنا في
في سن اللقاي وحصل الشوط الرئيسي من خلال مشاركة برق، شارك مهرجان أبو سمرة وحصل على كاس، واليوم غدا يحضر في شوط الملايين بالدوحة والعاصمة. فالقائمة أبو محمد الطول الأسماء لأول مرة تجتمع صراحة، ذكرني بسيف الشيوخ اللي اختلطن فيه حول الشيوخ كلهم، سواء هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الشحانية. اليوم في يوم الغد يتم عن أقوى الحول متواجدات في الخليج، كل حائل منافسة في سيارة خذها راعيها من السيارة ودخلها في شوط شوط الخمسة مليون. كل ناقة منافسة في شلفة، منافسة في الكبرى، منافسة في فخر الأجيال، منافسة في مهرجان اليوم الوطني، كل الحول سحبا ودخلهم في هذا الشوط. فهذا اللي يفرق عن 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 كافة الأشواط. نعم، خلونا مشاهدين الكرام ناخذ هذا الاتصال الهاتفي مع سعادة سليمان بن حمد بن جبرين مالك الهجن المعروف، معانا الاتصال من المملكة العربية السعودية. في البداية أبو حمد نشكرك على قبول دعوة القناة، قناة الريان الفضائية، بإجراء هذه المقابلة. بكرة أبو حمد تدخل بسبع أسماء للمنافسة على السيف الفضي، في البداية نحييك ونسألك عن هذه الرغبة الواضحة والجريئة منك. الله يحييك أخوي محمد، أمسي عليك بالخير وأمسي على الأخوان ضيوفك في البرنامج. وبالنسبة للمشاركة بكرة، أعتقد كل مالك هجن ما له عذر من المشاركة في مناسبة مثل هذه، لا سيما أنها تحمل اسم عزيز على كل خليجي، الشيخ جاسم محمد الثاني، وخصوصا إذا عرفنا كخريجين العلاقة الوحيدة ما بين المؤسسين جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مع الشيخ جاسم بن محمد في توطيد العلاقات فيما بين الأخوان في دول مجلس التعاون. هذا جانب. الجانب الثاني، السفير هذا لمرحلته الأولى أو في نسخته الأولى سيكون بصمة قوية جدا لأي دلول، وحنا ندخل على احنا نفرح بهالمناسبة كملاك هجن خليجيين وليس كمتنافسين. نعم محمد، بكرة عندك سبع أسماء، بكرة الشوط شوط قوي وانت مستهدف بسبع أسماء، كلمني عن هجنك اللي بكرة بتدخل أبو محمد. والله أبو محمد أنا دخولي بسبع أسماء لسبب واحد، وهو أن المناسبة غالية علينا والسيف اسم السيف غالي علينا صح. وبالتالي الدخول بسبع أسماء، أنا الحيل اللي أخرها لأي مناسبة أنا ما نداخرها إلا هاليوم صح. فالتوفيق عند الله سبحانه وتعالى. طبعا قد احترامي وتقديري لجميع اخواني المشاركين في الشوط، واكيد الهجن السبع حتى وان دخلت بسبع الا التوفيق عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه محاوله في اثبات الوجود للهجن الخاصه بعزب سليمان بن جبريل. نعم، نتمنى لك التوفيق أبو حمد، ونشكرك صراحة على هذه المشاركة القوية والواضحة منك. الله يبارك فيك أبو محمد، وإن شاء الله تعالى بكرة نتمتع بشوط أخوي فيما بيننا إن شاء الله، ويكون إن شاء الله تعالى من الأشواط اللي كلنا نستمتع فيها وتبقى في الذاكرة للجميع. نعم، شكرا لك أبو حمد سليمان بن حمد بن جبرين مالك الهجن المعروف بن غراب بن جبرين، يدخل بسبع أسماء، هذه رغبة واضحة منه وأيضا قوية بأنه يحصل على السيف. أنا أقول قبل أشكر بن جبرين، أشكر اللي جمعهن وحطن في هذا الشوط. نعم استاهل الشيخ تميم أمير البلاد المفدى طول عمله بهذه الجائزة اللي ألفتت الأنظار، وهي هاي اللي جمعت البوش في شوط واحد. ونشكر بن جبرين على مشاركته وإعداده، ويقول هو صح كلمة قالها، قال يعني ما شيء العذر لأي مالك هجن أنه ما يشارك في هذا الشوط، اللي هو يصدق يعني ناقة هي صاحي وسبوق ومعدودة ولا تشارك في هذا الشوط، أنا أعتبرها يعني ما تعتبر من البوش سبق الندر أنها هي صاحية ومجهزة ومعدودة. فهذا شوط ما عقب الشوط، هذا شوط مثل ما تقول مسك الختام بالنسبة للمراكير في قطار، وبالنسبة لجائزته اللي ما قد استوت ولا صارت. فهذا واجب على كل مالك مطية وهي مستواها يعني يهلها للشوط هذا أن يدخلها فيه. صدقت
نعم. بكره بن حضيرم سلابه من اقوى المرشحات لسالم بن راشد. نعم. بن غدير الكتبي وايضا عليها ترشيحات كثيره. نعم. ايضا فهد بن طحنون الهاجي يرشحها وغير. نعم. فهد من الاسماء الكثيره. علي بن عبيد بن رشيد الكتبي بعد ابو عبد الله قال لي بن حضيرم يوم هذا تراني انا ارشح سلابه. زين. نعم. اسلوب ركض سلابه سالم. والله سلابه ركضها هادي ما عندها اندفاع مباشر يعني ما تدفع الناقه تكون في مؤخره الحلال بس تستجيب للنداء الناقة كل ما تكلمها الناقة تسرع على صوت السماعة تصير الناقة وخاصة هني من توصل قرب كيلو ونص أكثر يزيد مركاضها واندفاعها. نعم. نشوف إذن معكم مشاهدين الكرام هذه المقابلة الخاصة مع سالم بن راشد بن غدير الكتبي شقيق محمد مالك سلابة يحدثنا عن آخر استعدادات سلابة قبل الدخول في هذا التحدي. سالم آخر استعدادات سلابة وشوق لخوض غمار منافسة شوط السيف الفضي شوط الملايين. والله هي استعداداتنا مختلفة عن استعدادات أي سباق ما أعتقد أن الإنسان ممكن يغير في برنامجه. شوط الرمز له استعدادات يعني مسبقة الاستعدادات الحمد لله لين اللحظة اللي هاي اللي أكلمك فيها ناقة مستانسة حالة صحية جيدة أمورها طيبة باقي توفيق رب العالمين. سالم يمكن المرشح الأقوى في عزبتكم سلابة ذكر المشاهدين قناة الريان وبرنامج الرئيس بسلالة سلابة. سلابة أبوها الجذاب بعير بن فراج وأمها بنت ذيبان مكيرش إنتاج السعودية شارينا نحن من سنتين عند السيد فهد بن طحنون الهاجري. وإنجازاتها؟ والله بقول لك إنجازاتها من انتقلت لملكيتنا يعني الناقة من السنة الماضية عندها 8 سيارات وشداد السنة الماضية في سباق ولي عهد الولي عهد اللي كان هنا السنة الماضية في قطر. الشوط بكرة سالم شوط أعصاب شوط قوي شوط ملايين يعني كيف الأعصاب من الليلة؟ والله بلا شك أنا وغيري الإنسان اللي مسجل في شوط حساس مثل الشوط هذا أن يقول لك أنا مرتاح نفسيا أو شيء ممكن نحن نتظاهر أن نحن مستانسين ومرتاحين بس داخليا لا الحفوز موجود طول العمر بغض النظر عن الجائزة أو شيء الفكرة أن دائما الأوائل يعني تبقى في التاريخ أول من فاز أول من ابتكر أول من سوى بكرة المطية اللي بتفوز بتكون أول مطية فايزة بكأس المؤسس فأعتقد الأعصاب شوي مشدودة الحفوز موجود عندي وعند غيري. سالم الأسماء اللي شفتها في شوط السيف الشعارات الموجودة كيف تشوفها؟ والله ما مثل ما قلت لك يعني كل الهجن سبق فايزات صاحبات رموز صفوة يعني صفوة الحيل يعني السن هذا إذا استثنينا هجن أصحاب السمو الشيوخ يعني هجن الجماعة الصفوة المنتقى بتروح بكرة ما أعتقد أن في واحد عنده مطية ممكن كان يتأمل منها 80% مش 100% وأنه بيدخلها للسباق يعني بعد الشوط هذا بعد السباق هذا شو يعني أنا أصبر على شو أعتقد أن 25 اسم اللي رايحات في الشوط هذا ممكن الإنسان اللي حاط اسم زريق أو دفاع يعني بكرة أنه لها إنجاز. ما تشوف أن 25 مشاركة عدد كبير وشوط مزدحم بالشعارات والأسامي والجائزة كبيرة بعد. نعم. لكن إقبال كبير على المشاركة. طبيعي. الاسم الناموس اسم الشوط جائزة الشوط عوامل مقرية إنك تسجل في الشوط مثل الأشواط. آخر استعدادات هجنكم وسلاب على وجه الخصوص من ناحية التدريب من ناحية الطمن جمهورها ومتابعينها. تبشر نعم. الأمور كلها 100% إن شاء الله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. إذن سالم ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله بكرة وإنك إن شاء الله تفوز إن شاء الله بهذا الشوط مثل ما تمنى طبعا إن شاء الله الله يوفقك. الله يحييكم وصدقني أتمنى الفوز لنفسي والأخواني المشاركين إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى وأعطانا نصيب في ناموس باكر
الحمد لله رب العالمين مقدما. إذا فاز واحد من الأخوان الحمد لله رب العالمين، ونقول تستاهل الناموس، مشاركة منافسة شريفة. بكرة الفائز أعتقد بيكون فائز باستحقاقه بجداره بدون أي، يعني ما أعتقد أن بكرة الصدفة بتلعب أي دور في الهجن. مشاركة مشاركات من شهر في كأس أمير البلاد جاهزة 100%، ما في أعذار. أعتقد اللي بتفوز باكر بتستحق لقب نجمة الموسم. إذن شكرا لسالم بن راشد بن غدير على إجابته على كل الأسئلة اللي وجهها لها الزميل محمد بن بريك. كل الأمنيات بالتوفيق لبن غدير والإخوان المشاركين. بكرة محمد بن راشد بن غدير بيدخل بسلابة وبشوق، ولعل الأبرز سلابة اللي عليها نصيب كبير من الترشيحات. أيضا بصقر بن مرخان بكره راح يكون من الاسماء المشاركه، عنده حضور وعنده بدايه، ويمكن ايضا حضور هي اللي عليها الترشيحات الكبيره بكره. ماذا عن مشاركه بن مرخان المميزه في هذا المهرجان من خلال حصوله على اكثر من رمز في مهرجان المؤسس؟ بالطبع محمد بن سلطان بن مرخان مشارك، ودائما صعب المضمنين ليس في منأى من المنافسة على أشواط الرموز، ومشاركته في سيف أمير البلاد المبدع كانت مشاركة إيجابية وحصل على رموز، وأيضا مشاركته في مهرجان المؤسس كانت إيجابية وتسير بشكل تصاعدي حتى أنه وصلت الذروة قبل يومين حصول على المفتوح الثنايا، يدخل في شوط الملايين من خلال ورقتين رابحتين. وبطبيعة الحال محمد سلطان بن مرخان من ضمن الشخصيات المتمرسة في سباقات الهجن وفي إدارة الأشواط، فمعطي الحدث حجمه، وبطبيعة الحال عنده بداية وعنده حضور بداية أيضا لا راح يكون ما توقف. نعم احنا ما نقول بداية ما عندها رصيد ولا عندها شيء، لكن أقول لك يعني الجمهور يرشح حضور على بداية، يرشح حضور على بداية، ولكن منافسة بداية وانتزاع على شوط الملايين وارد. صحيح بطبيعة الحال شو اللي بتظهر بالمستوى، لانه اذا لاحظنا لكن في شوط جاوبني الثنائي. جاوبني على سؤالي، من اقوى حضور ولا بدايه عندك انت كمحلل؟ عندي بدايه. بدايه بدايه نعم. وشاهدناه في شوط الثنايا نزل الجديه، البكره اللي نافس بها ونزل حده المنافسين من مقدمه الشوط بامكانها لو في شوط اي شوط وبدايه جاي رابع على السيف. نعم فامكانيات محمد سلمان الخان تخول له انه يكون رقم صعب، واتمنى للتوفيق واتمنى التوفيق لكل الاخوان المشاركين. نعم. والمهمة صعبة جدا. نعم نشوف اذا محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي صعب المضمرين اللي استطاع ان يظهر في هذا المهرجان الصعب باشواطه الصعبة. محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي مالك حضور ومالك بداية في هذا اللقاء. والله في البداية انا ارحب بكم بحضوركم في محلكم انت والمصورين الاخوان اللي موجودين، والمسي على أخواننا المحددين في برنامج الريس وعلى كل مشاهدين قناة الريان. نعم محمد، آخر استعدادات حضور وبداية لشوط الملايين. والله شوف نحن مستعدين الحمد لله، نحن ما بيين للمشاركة أو أنه بس نحن محضرين حول السبق اللي شجعنا بعد زيادة النتائج اللي مرت آخر ثلاثة أيام في سن الإذاع وسن الثنايا. نسان يحضر مطيته ويحضر ناقة سبوق، يطلب من الله التوفيق ونصيب عند الله إن شاء الله. نعم عطنا انجازات هالثنتين. والله شوف حضورا نحن من يوم هي حقة عندنا شارينها من ميدان المرموم من عند محمد بن عتيج المقعودي، حصلت على العديد من السيارات، نافست وأركضت في أشواط الرموز يمكن 6 أو 7 مرات من على مسيرة المراكيض هاي في تفاوت أسنانها، حصلت على مراكز ثانية وثالث في الرموز، حصلت على عدة سيارات. الناقة السنة خذت سيارة في مهرجان العيد الوطني، مراكزها الحمد لله تأهلها لهذا الشوط، وهذا الشوط بيكون قوي، تعرف فيه أسامي كثيرة 25 حايل فيه، الناس كلها مستعدة، وصراحة خيرة الحيل اللي موجودة في عند بناء القبائل موجودة في هذا الشوط. نحن نسأل الله التوفيق إن شاء الله، بذلنا كل اللي نقدر عليه وماجي نصيب عند الله. هذه انجازات حضور ولا مهابة اللي اعطتني حضور ولا بدايه؟ هذه حضور، اما بالنسبه الى بدايه نحن انتقلت ملكيته من عند خميس بن خصيبه ظاهري من تقريبا من شهرين،
ودخلناها في شوط سيف سيدي اسمه امير البلاد ويت في المركز الرابع. الناقة كانت توها جايتنا وعقب المركز هذاك اعطتنا تغيير واعطتنا تفاحيم تاهلها ان ندخلها مره ثانيه في هذا الشوط. نعم محمد، ليله السيف الفضي، شعورك وانت تستقبل شوط السيف وانت محضر هجن المرشحات وهجن قويه والنتائج ايضا تشجع، نتائج عزبتك؟ والله شوف مثل ما تفضلت النتائج بعد شجعتنا زياده، نحن متحمسين متفائلين خير ان شاء الله على النتائج اللي حصلناها في هذا المركض. الحول بشر قبلتن طيبه وخواتن المركضات، ما يعني انا اتوقع انهن بيأدن وان شاء الله ما بيطلعن من الثلاث الاوائل. نعم محمد، الحائل اللي بتاخذ السيف اللي بتاخذ السيف الفضي في مساء الغد توقع بتدخل التاريخ من اوسع ابوابه وبتكون خالده في ذاكره الجمهور كاول جائزه توضع بهذا الحجم. شوف انا اعتقد يعني انا اقول لك الحين في هالحلال اللي عندي يمكن اللي تاخذ السيف باكر اعزلها ما اركضها مره، هذه عز ونصر وناموس اللي بتاخذ هذا الشوط باكر، فطبيعي الواحد انا بيكرم هالمطيه. شو بتكرم انت؟ بتكرمها بترد تركضها مره ثانيه يمكن انها تنسبق ولا انها يمكن تتعرض لاصابه ولا شيء، بس انا اقول لك اللي بتسبق باكر انا عن نفسي اكلمك لو ناقتي اخذت باكر الشوط انا باكر بعزلها. محمد كم توقع التوقيت في مساء الغد؟ انا اقول اللي بتاخذ الشوط بتجيب 12 35 32 33 هالحدود. محمد انت كمشارك حفزان من الحين، اخوك حمد بن جهيل قال احنا حفزانين لكن نهدي انفسنا شوي شوي ونهدي انفسنا، لكن انت محمد السلطان كيف نعرف حفزان؟ اكيد هذا ما في شك. خلاص شوف انت ايام مرت عليك الحين هني جربت الحجايج واللقايه والاذاع والثنايا والحول والاسامي بعدها الله يسامحكم اللي انتم جبتوها لنا وشفناها صراحه يعني اسامي انا ما توقعت يكون هالعدد في الشوط، اكيد انه بيكون مو بقل عن هالعدد بس يعني فيه بوش كلها منجزات. الشباب شوي متحفز لان ما يعرفون لان انا حفزان عشان شيء انا اسويه اشوفه هو يقول له ليه يسوي. لا عادي عادي خذ راحتك. باكر اللي بيساير مطيته صح هي اللي بتوصل خط النهايه، وصعب حد يعني انا اقول لك ما في حد بيرشح لك مطيه يقول لك هاي بتوصل، يمكن يجيبها من الثلاث الاوائل من الاربع الاوائل، اما ان في حد يجمع على مطيه باكر بتسبق انا اقول لك صعب. شكرا اذا لمحمد بن سلطان مرخان الكتبي واللي وصل لنا الرساله بان بكره اذا فازت يا بدايه يا حضور بالسيف وبالجائزه الكبرى 5 مليون انه راح يعلن اعتزالها ميادين السباقات تكريما لها لحصولها على هذا الشرف الكبير. مواصلين هذه الرحله، وبالمناسبه اشكر مطر بن حمد بالعود لان مثل ما قلت ليله البارحه اقولها اليوم بعد، هو اللي قال لنا اخذوا هذه اللقاءات مع الملاك الكبار وقلنا برنامج الرئيس هو برنامجكم، نرحب بافكاركم ومقترحاتكم. بعد الفاصل راجعين لكم مع ملاك اخرين ومع حديث ايضا مع الخبراء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم لنواصل الحديث عن الشوط بكره، عن الشوط التاريخي. اسماء تشارك 25 ذلول بكره محضره ان شاء الله في هذا الشوط الرئيسي. فهد من ابرز المشاركين بكره ايضا نقول شعار الاعصار الغربي حاضر باربعه اسماء وهو ايضا من الارقام الصعبه في منافسات اشواط الرموز، كيف تنظر لمشاركه المنصوري على ضوء منافساته في هذا المهرجان؟ بالنسبة لشعار العصار الغربي ممثلا بمحمد بن زايد أو أخوانه دائما يحضر في أشواط الرموز ودائما يضع له بصمة على مستوى المراكيض اللي شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، أطلق عليه نجم المواسم. فشعار العصار الغربي متواجد بهذا الشوط مع أربعة أسماء، لعل من أهم هذه الأسماء هي الغربية صاحبة الرمز أو وصيفة الرمز في سباق سيدي سمو الأمير، وكذلك مع العابرة صاحبة كأس الثنايا في العام الماضي في ميدان الوثبة، كذلك مع الظفرة متواجدة في أشواط الرموز عندنا في مهرجاناتنا اللي طافت،
ومسيرة حاملة السيف في سباق سيدي سمو الأمير، مسيرة صاحبة السيف داخلة بكرة في هذا الشوط، مسيرة تعتبر من الهجن القوية اللي راح يكون لها بصمة في يوم غد، وراح يكون محمد بن زايد يخطط لهذا الشوط، وراح يكون هناك تخطيط استراتيجي منذ البداية، لأن الشوط داخل فيه تقريبا 25 مشارك، فلا بد لكل مضمر أن يعمل له خطة محكمة صحيح. قبل بداية الشوط. صحيح. إذا مشاهدين الكرام نشوف معاكم هذا اللقاء مع أيضا مضمر عزبة المنصوري محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، نتابع معكم هذه اللقاء مع محمود، شو يقول محمود عن الهجن اللي راح يشارك فيها بكرة، وأيضا عن آخر تحضيراته قبل هذا الشوط الملحمي. محمود بن محمد الوهيبي مضمر الإعصار الغربي، آخر استعداداتك لشوط السيف الفضي شوط الملايين؟ والله مستعدين للسيف ومشاركين، والله يوفقنا ويوفق الجميع. نعم. كل مشارك. نعم. محمود جائزة كبيرة، شوط كبير، اسم كبير، اسم المؤسس، كيف تشوف هذه الجائزة اللي أول مرة توضع في سباقات الهجن؟ والله الله يطول عمر الشيخ تميم، هذه جائزة لأول مرة تنحط ويطمح لها كل مالك وكل مضمر، والله يوفق الجميع. محمود آخر اللمسات الأخيرة لليلة المركب؟ والله مستعدين أبشرك، والله يوفق الجميع إن شاء الله. نعم. محمود أشوفك متفائل خير إن شاء الله ومبتسم، شو محضر لإخوانك بكرة في الشوط؟ والله محضر الغربية والظفرة والعابر ومسيرة. نعم. يا ليت تذكر أن الهجن هذه من عند من أو سلالتها؟ الغربية ماخذينها من عند بن فراق. نعم. مطراش. نعم. وصيفة السيف. نعم. هنا في ميدان الشحانية. نعم. وصيفة الرمز بعد في مهرجان الذيد. نعم. وعندنا الظفرة ماخوذة من عند بن عفرة. نعم. وعندنا العابر بنت نشوان صاحبة الكاس العام الماضي في أبوظبي. نعم. يبا أفضل توقيت ماخوذة من عند الخيلي. نعم. وباقينا مسيرة؟ مسيرة المنصور بن محمد ماخذنها من عند الخيارين. نعم. وبتشارك بكرة والله يوفق. نعم. محمود 25 مشاركة في الشوط، أنت بعد ما شفت الأسماء كيف كان شعورك محمود؟ والله الشعور متحفزين والله يوفق الجميع، كل حد مشارك يطمح للجائزة هذه والله يوفق الجميع. نعم. محمود توقعاتك الشوط بكرة كيف بيكون مساره؟ والله الشوط بكرة مساره مرة ير، كله دفع والله يوفق كل مشارك. نعم. توقع السبق بيجي من الهجي اللي بتدفع ولا من النص ولا من الهجي اللي وراء؟ والله توقع البتي من خلف. اي نعم. بكره لنا ركاب في مفكوكات، ركاب يرن الشوط ودفع. نعم. بتسبق لتسرح في نص الشوط. نعم. بتلحق. نعم. محمود بكره ممكن تسبق الشوط دلول عصاها في البطان؟ ممكن. ما ظني. نعم. بكره ما ظني. الوضع مختلف بكره؟ نعم. يعني بكره بيصير في ضرب، توقع التيم كم محمود؟ والله التيمات اتوقع هن بغدا قوي التيم، بغدا في الاربعينات. نعم. اي نعم. يعني ما يمكن ما ينكسر التيم هذا، لان شفنا في سيف الامير اصحاب السمو الشيوخ جابوا تيم قوي. والله ما ظني، والله يختلف الجو، لان اشوفها ماشي تيم من الركابين، كل التيمات 40 و50 يبن. والله محمود ليلة الركض كيف شفت ركابك، استعداداتها، قبلتها؟ والله قبلتها طيبة والله يوفق إن شاء الله. نعم. شو الاسم اللي عندك اللي أنت بكرة مرشح عندك اللي أنت مركز عليه؟ والله كلهن مرشحات، كلهن جازهن طيب وعسى الله باليماله. نعم. محمود نتمنى لك التوفيق وسعداء بوجودك معنا الليلة، ونسأل الله لك التوفيق في يوم الغد. يا على عمرك طويل، الله يوفقكم وبيض الله فيكم، ومشكورين. شكرا ايضا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على ايضا استجابته لدعوه القناه واجراء لهذه المقابلات، ومثل ما شفنا كان لقاء ايضا فيه الابتسامه حاضره، دليل على ثقته، وهو مضمر دائما يحضر في اشواط رموز. بن غراب سال محمد محمود سؤال، ان اللي بتسبق هل بتكون من خط المقدمه ولا بتجي من الخلف؟ فقال اعتقد اللي بتجي من الخلف. انت تقول بن غراب؟ والله يا ابو محمد الشباب اللي بيعرفنك فيه اوراق رابحه بتروح قبل في البداية، وصعبة إذا خليت مسافة طويلة بدون منافس، وبالنسبة أتوقع أن من الخمس لين الثمان لين العشر يعني تكون السابج بتكون فيه نهاية. نعم. رشحت من غراب أنت؟ أنا رشحت مسيرة. رشحت مسيرة لمحمد بن زايد
المنصوري المنصوري نعم اللي هي لمنصور محمد نعم منصور محمد نعم نعم رشحت مسيره نعم على ماضيها وعلى نعم ركضها وش كلها وياها سبه وها مستوى نعم لكن احنا نبني على ماضي اما باكر الله يعلم محمد يعلم صح, صح بالنسبه لش رشحت بكره وش رشح بعد معروف مع ترشيحي ترشيح مع العنود نعم ترشيح مبني على العنود والعنود ترشح, ترشح. انا ما اقول ترشيحك مبني على العاطفه ولكن العنود ترشح العنود ماخذ قصر الحصن ماخذ عندنا سياره في سباق سمو الامير جايبه 12 و35 وصيبه سيف الوثب العام وصيبه سيف الوثب العام نعم تفضل الهجنه كلها يا محمد الشباب تكلموا عنها واعطوها حقها لما تفضلت عند وصيبه السيف العام الماضي وصاحبه قصر الحصن صيدها يمكن 5 سيارات وصاحبة أفضل تيم في مهرجان سمو الأمير بعد السيف عندك اللي هي بشاير رصيدها يمكن 7 سيارات عندها كأس الخليج نسختها الأولى عندها طال عمرك السنة هذه الثانية نعم بالمناسبة الحين جايتكم هدايا حياك من محل البدع للسيوف العربية حط عند بالغراب وزع على الربع هذا من محل البدع للسيوف العربية وزع الجماعة نشكرهم جزيل الشكر نعم محل البدع للسيوف العربية ونشكر صاحب المحل الأخ حاضر السويدي على هداياه للمحللين ولبرنامج الرئيس مشكور ما قصرت يا حاضر السويدي محل البدع بالمناسبة هو اللي أيضا عنده مسوين الرموز اللي هي الشلف الفضية والخناجر الفضية لا السيف لا والله قعود سباق بعد باسم البدع نعم نعم يستاهل ومشكور على هاي الهدايا وما شاء الله اول ما تاخذون السيوف نعم الدور ابو سعيد نعم والسيوف والشلفه ونبغي حاضر بعد يدخل في الهجن بعد نعم لا نباه نعم يدخل في الهجن يشتري وينافس ويخلي اسم البدع على القعود وبكره بنسميها بديعه نعم مشان لا جريمة اي نعم لا جريمة نشكر حاضر السويدي على هذه الهدايا وحاضر زملائه وربعه كلهم اهل لجن ونخص بهم ناصر محمد بن مسفر الشهواني هذا زميله في الكليه وصديقه الخاص نقول نوجه رساله لناصر من الان حاول في يدخل الركض حاول في حاضر انك تجيبه في ميدان الشحانيه نعم اقول لك يا محمد لو قلت عاطفه في عاطفه اقول لك لا شك انها كفو نعم وعندك كذلك ناقه السعدون هذه عندها يمكن 7 سيارات كذلك عندها كأس الخليج نسخته الأولى ثاني السنة هذه في مهرجان فخر الرجال على تنويه ناقه ترشح لا شك الأجدر والضغط بيكون على هجنة المنصوري بحكم تفوقها في مهرجان سمو الأمير عندك مسيرة صاحبة السيف عندك الغربية وصيفتها عندك الظفرة صاحبة الشلفة ناقه بالعفرة عندك العابر صاحبة كأس الثاني العام في الوثبة في بيكون عليها هي المستهدفة في هذا الشوط كذلك بن عقيل دخل الهجن أتوقع يدخل للمنافسة مش مشاركة طبعا هذه هدايا الأخ حاضر أنت عطل لحالي نحن كنا برا للناس الجمهور أي نعم طبعا عبارة عن 3 أشياء مغلفة والله ما أدري عاد شنو داخل لا تبطلها ما تبون نبطلها زين هذه هدايا للإخوان المحللين من محل البدع للسيوف العربية وأيضا من الشباب الطري المميز الله يجزاه خير أخ حاضر ونتمنى إن شاء الله نشوفه في هذا المهرجان ويشارك في شوط 5 مليون نعم فهجن الغدير سلابة من تفضل الشباب جاي ثاني على الظفرة عندنا في مهرجان سمو الأمير هجن بقول لك هذا شوط انتحار بكرة اللي يجي يجي واللي فنتمنى التوفيق واللي اتمناه انها تقوم ان شاء الله كلها 4 أشواط بكره من الستارت تقوم ان شاء الله كلها سليمه اللهم هذا اهم شيء اللهم امين والباقي كل جهازه معه ترتيبه عنده نشوف ترشيحات ايضا بعض المتواجدين في ميدان الشيحانيه اللي ايضا كان لهم نصيب في ترشيحاتهم معنا في برنامج الرئيس وين توجهاتهم في الترشيح وايضا توقعاتهم للمطيه التاريخيه اللي ستحظى على هذا الرمز الكبير السيف الفضي وايضا الجائزه الكبرى جائزة 5 مليون والله الشوط الرئيسي 5 مليون فيها سامي قوية فيها مسيرة محمد بن زايد خلفان منصوري فيه سلابة وفيه بشاير رياض بن سعدون رياض بن ثامر السعدون وسامي قوية أنا بروح مع مسيرة أرشح العنود ناقة عبد الله بن سعيد بالأسود أرشح الدوحة جار الله بن محمد بن عقيل المري أرشح الرياضية أرشح السلابة مملوكة محمد بن راشد بن غدير سلابة وحضور أنا أرشح مسيرة للخيارين وناقة محمد زايد المنصوري الشوط بيكون صعب وايد
بس انا اروح مع سلابه. اتوقع عند المنصوري او عند محمد سلطان مرخان او عند محمد راشد غدير. ارشح سلابه لمحمد راشد بن غدير الكتبي، وارشح الغربيه لزايد محمد زايد المنصوري. السلابه ملك بن غدير. العابره حقت محمد زايد من خلفها المنصوري. شوط السيف ما هو بسيط، كل يقدم افضل ما عنده، والله يعطي والله يمنع. المنافسه طول عمرك من يبدا بيبدا الشوط من الستارت للنهايه بيصير ضغط يعني غير متوقع. حتنحسم عند 600 متر الاخيره. الامتار الاخيره. المنافسه بتكون شديده من اول البدايه حتى بعد الخط ان شاء الله. الاعصاب حتكون مشتده حتى نهايه السباق يعني. ان شاء الله بتكون منافسه شديده، يعني هذا اقوى الاشواط يعتبر. هذا قمه الهجن في دول الخليج. هذه هي اللي بتركض بكره. والله ماشي عند الخط، عند اخر 300 متر 200 متر بيتعبن البوش كلهن، حد بيدفع وحد بيلحق، لكن اروح مع سلابه والله يوفق الجميع ان شاء الله. انت تعرف مثل الشوط هذا شوط حساس واول مره يصير عندنا في الخليج، فبيكون شوط اقوى شوط قد صار عندنا، وبتكون منافسه قويه. شوط قوي ورمز اللي فيه قوي، مبلغ كبير جدا صراحه اول مره يحصل. صراحة راح تكون منافسة، لأن أعتقد لأنه آخر 5 أمتار يعني صعب جدا، شوط صعب. حناقة تأخذ لي 5 مليون، هاي قيمتها. شوط صعب، والله يوفق إن شاء الله أخوان المشاركين كلهم. هذا أول مبلغ قوي في هذا الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، 5 مليون. نشكر الداعمين على المركاض، سيدي صاحب السمو الأمير تميم بن محمد الخليفة الثاني. أول 5 مليون في الكون وفي الدنيا، حط جائزة. هذه الجائزة نقول إن شاء الله أنها تكرر من دول الخليج. الجائزة ذي بيكون مسجل في تاريخها، بتكون هي اللقب لعشرين سنة قدام. بيكون الركض إثارة، وبعدين هذه لأول مرة في التاريخ في سباق في تاريخ سباقات الهجن تنحط هذه الشارة. الله يطول عمر أمير البلاد المفدى وانجال الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وهم هذا لك طال عمرك دائما يسعون إلى الأمام وللشيء الطيب اللي له الهجن. فخر كبير له اللي ياخذ الشوط هذا، لانه اول مره يصير عندنا، فاول واحد ياخذه يكون فخور لانه هو اللي كسبها. اول مره يحطون شارت 5 مليون لسن الحول، اول مره تحطها الشاره. ووجه شكر لسمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني واللجنه المنظمه، والحمد لله ما قصروا في الشور، والله يرحم المؤسس ويطيب ثراه، والتوفيق للجميع ان شاء الله. تعمل انجاز مثل هذا انجاز مش بسيط، يعني كل انسان كل صحفي يجي يحلم انه يوصل له المركز هذا. هذه جائزه بعد وضعت 5 مليون ما توقعها. طول عمر الشيخ تميم شجع الناس، وجوائز طيبه من اول الناس درهم على مواتر قيمتها ما يقل عن 20,000 ولا 5 مليون. الله يطول عمره. هذه جائزه فخر كبير، فخر كبير ما بقى صار في الكون. أوعدك أنه يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وأن هذه الناقة اللي بتاخذ تحصل على 5 مليون رايحة تنعرف تاريخياً هذه الناقة اللي خذت شارة 5 مليون. كاظم هذا كاظم. إذا نشكر كل اللي رشحوا أيضاً واللي أشادوا بهذه الجائزة. نرجع لتغريداتكم مشاهدينا الكرام. محبوب الهدي أيضاً يقول صالح الهدي وخالد ابو شريده ومشعل ابو شريده من بريطانيا يرشحون هجن بن جبرين هجن الزعامه، وبالتوفيق للجميع. ايضا عبد الله الزرعي يقول الله يحفظ الشيخ تميم وشيوخ الخليج وبيض الله وجيهكم يا اهل قطر، ويقول انا ارشح نجم الغربيه. سعيد بن سالم من غصنه يقول مساكم الله بالخير، ترشيحي مع العنود والتوفيق للجميع. صابر بن نجم العطوي يقول اروح في ترشيحي مع بن جبرين والسيف السعودي وبالتوفيق للجميع. ترك القمي يقول قدا من يحكم قبضته في المساير راح يكون له نصيب الاسد وبالتوفيق للجميع. تركي يتكلم على التوجيه في الشوط وكلامك صحيح يا تركي، هدوء الاعصاب مطلوب في مثل هذه الاشواط. جابر بن زيد الشراب يمسي عليكم بالخير ويقول ارشح فتنه ملك علي بن زيد الشراب، يمكن في شوط العمانيات او فيها الشوط شوط العمانيات الظاهر. حمد بن خزين الشاعر يقول السيف شحاني والعلم عند الله، اما مع العاصمه ولا مع الدوحة ولاهي غريبة على بن عقيل لا سلة من دون سيف المؤسس بايع الروحة. أكيد بأن الشعراء لهم أيضا شعارات يشجعونها ويأزرونها. شكرا لك الشاعر حمد بن خزينة على هذه الأبيات. يحيى الوهيب يقول الله يعينه ليقدم على الشوط، ما ظنتي بينام من قول حفوز،
5 ملايين مع سيف محطوط، يا بخت منه على السبق على السبق بيحوز، يا بخت منه اللي على السبق بيحوز. يقول فهيد الفهاد يرشحه بكل قوه سلابه لابن غدير، وعسى فاننا وفاله الخمسه مليون، وفالك يا سعد وفال الجميع. ايضا سلطان الصغير الكتبي يرشح بدايه لمحمد بن سلطان بن مرخان. عقاب الفتوح يقول انا ارشح الدوحه لشوط الخمسه مليون، وايضا راح يتكرر السيناريو السياره اللي ما اعرف اسمها. ما يقصد مكلارن، مكلارن يقصد المكلارن. نعم معلش. اي حاط نقطتين وحاط يا ونون اخر المكلارن. نعم الكتبي ايضا مرسل ابيات. فزاع المر يقول بدايه لابن مرخان. نعم وايضا تغريدات كبيره بخيت بن منيف المحيروم يقول يا سلام الدار بن ثاني، التميمي رئيس الدوله، الكريم مزبن العاني، لا حشا ما نحصي فعوله، للهجن سوى مهرجاني، مواتر وسيوف وبطوله، صح الله لسانك. حمد بن الاسود يقول كلنا مع العنود لعبد الله بن سعيد بن الاسود. وايضا فيه راشد بن فلوى يقول وانا بعد شاركت يا حادي العيس، يا شاعر ما تكسب الا السمينه، راعي السبوق يذوق طعم النواميس، وراعي الرديه ذاق طعم الغبينه. علي البحيح عفوا يقول ارشح العنود لابن الاسود. هذه المكلارن، بس المكلارن هذه بكره للزمول المفتوح. زمول العمانيات. العمانيات. نعم. فيصل بن راكان بن حذين يقول ابيض يجيكم يا اهل قطر. جابر الحنزاب يقول امسي عليكم، يقول سؤال موجه للغفلي، وين مغثه من اشواط الغد؟ والله مغثه مش مسجله، عندها على ما اعتقد عارض صحي. ضالع الناقه. الناقه ضالع. ايضا حمد بن هزاع بشريد يسال عنها. يوم كل يحسب حسابه، يا سعد في الشوط ما مثله، رشحوا فيه السلابه لي تل الشوط وتفله. هذا بيت من الكتبي مرسل لنا. فرج المري يرشح بدايه لابن مرخان. النشمي يرشح مسيره، يقول السيف بيروح مع بن خلفان المنصوري. عبد الله المكسور يرشح الدوحه والعاصمه المملوكه للبرنس جار الله بن عقيل. ايضا ابو سنيده يقول وين شعار الخيرين من المشاركه؟ شعاره بكره بتشوفه على ظهر مسيره ان شاء الله. مبارك بالعود يقول السيف مع سلابه مع احترام الغير، جديرة وولابه، واللي مالكها جدير، واللي ملكها جدير او اللي مالكها جدير، بونه يشرف لابه يوم الحشد الكبير، جاكم مره جابه ومني لكم تقدير. شكرا لك الشاعر مبارك بالعود. عموما تغريدات والله كثيره، يعذروني الاخوان، ولكن بنحاول نشوف تغريده حماد العطوي يرشح مسيره، وايضا فيصل بن مقبل العرجاني، وتغريدات كثيره. ولكن بمريك يقول لي في السماعه يقول تغريده بمشيط، اي تغريده يا محمد؟ عموما قريناها يا بن مريك وانت هناك، يقول قبل 56 دقيقه خلاص قريناها سمعنا. عموما نشوف معاكم هذه المقابله الان مشاهدينا الكرام مع صائد الرموز غانم بن منصور السيف الخيرين، يكلمنا عن استعداد مسيره لشوط التحدي شوط الخمسه مليون. منصور الليله ليله ختام مهرجان المؤسس ياسين بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. الشوط بكره بيكون شوط الملايين، شوط السيف الفضي، استعدادك تجهيزك للشوط بمصر. والله الحمد لله هذه تعتبر مكرمه من سيدي سمو الامير للهجن واهل الهجن، لان هذا حدث ما صار في عالم الهجن، وهذا شيء متوقعينه من طويل العمر، ونتمنى بعد في السنين الجايه اكثر واكثر. وهذا حدث لا يستهان به، وحدث مو بسيط، وبكره اللي الله بيوفقه وبياخذ الخمسه المليون يعتبر الناقه هذه يعني يحكي عنها التاريخ، ونعمل لنا ان شاء الله ولاخواننا المشتركين التوفيق ان شاء الله. وبالنسبه لتواجدنا في شوط الحدث هذا، من تواجد من الناقه اللي اخذت السيف اللي هي مسيره، من هاي الناقه انتاج عند سعيد بن محمد ابو سعيد، وتنحدر سلالتها من ولد السعر، وامها ناقه موجوده عنده. ولد السعر بعير من؟ ولد السعر اعتقد انه بعير عبد الله بن علي العطيه، ومتواجد الان عند راشد بن ناصر النعيمي. ابو منصور شوط قوي، اعداد حاضره بكثافه، يعني لاول مره نشوف شوط السيف
للأشواط العامة 25 اسم، إقبال جماهيري كبير على المشاركة، كيف شفت الأسماء المشاركة في الشوط؟ والله الأسماء المشاركة كلها قوية، وبالنسبة للناس اللي مشاركين بكرة في شوط الخمسة مليون أصحاب حدث، ونتمنى من الله إن شاء الله أنه يوفقنا ويوفقهم، وشوط راح يكون للناس المشاهدين ممتع، وللناس المشتركين فيه يعتبر حتى اللي ما أنجز بكرة فيه يعتبر أنجز. مجرد المشاركة هذا يعتبر في حد ذاته إنجاز. نعم صحيح، وهذا حدث بيكون سعيد الحظ اللي بيشارك فيه، مش اللي بياخذه بعد، اللي بيشارك فيه. نعم. منصور توقعاتك للشوط كيف بيكون مساره؟ والله الشوط بيكون مساره من يقوم من العبل إلى أن يوصلهم في النهاية، وهو مسار ما في تنازل، اللي بالتنازل ما راح تسوي حدث. غانم شاهدنا مسيرة تختطف سيف سمو الأمير والعصا في البطن، هل توقع أن السيناريو يتكرر يوم بكرة؟ يعني هل يمكن تسبق دلول العصا في البطن أبو منصور؟ والله نأمل من الله، كل شيء بقدرة الله سبحانه عز وجل، وإحنا ما نستهين بالمشاركين، إن الله حدث لها الشيء هذا، ودنا وما الله حدث لها بتظهر عصاها بيظهر عصا غيره. لكن أبو منصور أنا أتكلم عن دلولك ودلول المشاركين، ممكن تسبق ناقة بكرة عصا في البطن ولا؟ بكره بنشوف ضرب وبنشوف تكتيك وخطط وهجنة جر الشوط وهجنة تلعق مورا. والله ما اعتقد، اعتقد انه بيكون بكره شوط قوي وكل عاد العده له، وهذا الكلام ما يستهان بركض سيدي، يعني بركض المطايا في على السيف اركضت المطايا، ولكن حزن على التوفيق وان شاء الله نعمل لنا بكره والمشاركين. كل الامنيات بالتوفيق. يمكن هذا اللي قدرنا ناخذه من مقابلات مع الملاك، نشكر جميع الملاك على حضورهم وتسجيل مشاركتهم في بكره في هذا الشوط التاريخي. بن حضيرم الكل بكره مثل ما نقول شوط ملتهب، شوط مميز، شوط عندك 25 اسم بكره، انا اعتقد انه ما في مطيه او ناقه بتاخذ هذا الرمز الكبير وعصاها في البطان. أبو محمد عندك 25 ناقة يعني من خيرة الهجن المتواجدة في دول مجلس التعاون، ما بأن بوش يعني اللي تقول أنت بوش عاديات، بوش هذه أرواعي رموز أرواعي إنجازات، عندك بن جبريل 7 بوش منزل من خيرة البوش هذه اللي دائما اللي تأخذ الرمز واللي تنافس على الرمز، بالإضافة إلى هني الدوحة والعاصمة الجار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس أيضا يمتلك من خيرة الهجن في عزبته، والعام سوان لنا مفاجأة بالدوحة والعاصمة، يمكن باكر يسوي لنا مفاجأة بعد مع الخمسة مليون مع الأسامي مع الدوحة ومع العاصمة، والشوط هذا بيكون قوي شوط منافسة، وبوش محمد بن زايد المنصوري أيضا ريال مشارك دائما تلقاه في أشواط الرموز هجنه ينافسه بقوة، والنصيب وجسمه عند رب العالمين. الإخوان كلهم جاهزين والبوش قوة، وعندك ناقة محمد بن رايد بن غدير سلابة أيضا لها إنجازات قوية ومن أحد المرشحات، وما شاء الله برشابهم في هذا المهرجان كله ركضهم. كم التيم توقع بكرة بن حضيرة؟ أنا أتوقع 12 و25. زين عطيتنا 25. نعم. أبي بالأرقام كم توقع التيم؟ والله أبو محمد أنا ما أقدر أقيم لك التيم لأن حسب أرضية الميدان، حسب الأرضية يعني اليوم ما عندك، ما عندك؟ لا لا ما عندي توقع لأن اليوم التيمات ثقيلة. نعم بو راشد 28 شوط يحمل 25 خابط عطى والتيم باكر بس حسب الأرضية. نعم أنا بوش قوة أبو محمد، هذيلا من خيرة البوش أبناء الغباية المتواجدة، وترشيحاتنا صبيناها على سلابة نبى نسلم على هالمرغم إن شاء الله. نعم إذا كانت مثل الأرضية اليوم كم توقع التيم؟ إذا مثل الأرضية اليوم بيبن في 40 في 40 بداية 40. نعم. أما إذا شدوا الدورة لا التيم يختلف. كم يختلف؟ يختلف حسب راكض الأمير يابن الصبح 35 بس ما ضربان، الموسم اللي قبل بوش الجماعة يابن 21 12 و21 كله متعلق بأرضية الميدان مش عامل الجو الخارجي. نعم. يعني الأرضية تتوقع أن تكون في الثلاثينات إذا الدورة مشدودة؟ إذا لا إذا الدورة مشدودة بيبن 31 29 28 التيم. زي. هذا يعني انت قلت 25 28 بكره بنغراب كم تتوقع التيم؟ والله يعلم الله في قبل الوقت هذا حسب الارضيه وحسب الاجواء بعد، ترى الاجواء لها تاثير اكيد. نعم اذا هب امسيت عليهن هو من ناحيه الهواء على الاقل، على الاقل تاخذ 5 ثواني لو اكثر اللي هو من ناحيه الرشاب، التوقيت صعب اتوقعه من 30 وفوق. بو صقر انا مش عارف 30 31 في الثلاثينات. أنا أتوقع إذا الدورة ملائمة بيكون في الثلاثينات، إذا الدورة مثلها اليوم بتكون في الأربعينات.
ابو مبارك؟ ما اتوقع يكسرون ال 30 32 33 كله متعلق بالتربع الارضيه. نعم, نعم. اذا هذا مشاهدينا الكرام فيما يخص شوط ال 5 مليون الشوط الرئيسي. طبعا جوائز هذا الشوط, عفوا الشوط الرئيسي, بيكون المركز الأول له 5 مليون وسيف فضي, المركز الثاني مليون ريال, المركز الثالث نصف مليون ريال, المركز الرابع 250,000, والمركز الخامس 150,000 ريال. اقطري الله يوفق الجميع إلى ما يحب يرضى, ونتمنى للأخوان كلهم التوفيق. الشوط الرئيسي أيضا الآخر شوط الزمول المفتوح, جائزة هذا الشوط شلفة فضية بالإضافة إلى سيارة, أو عفوا زمول مفتوح خنجر فضي بالإضافة إلى مليون ريال اللي راح يحضر, أو مليونين عفوا ملايين والله هبطت الأرقام. نعم عموما خنجر فضي مليونين ريال للمركز الأول, المركز الثاني له مليون ريال. إذا المركز الأول مليونين وخنجر, المركز الثاني مليون ريال, المركز الثالث 250,000 ريال ربع مليون, المركز الرابع له 150,000 ريال, والمركز الخامس له 100,000 ريال. إذا شوط الزمول مفتوح والأسماء نتعرف معاها أو عليها معاكم مشاهدينا الأعزاء. إذا الباز حمد بن محمد بن سالم بن جهويل, قناد غدير بن حميد بن عثعيث الراشدي, شيبان حمد بن عنزان بن محمد النعيمي, حبشان زايد بن محمد بن زايد المنصوري, الرمز غانم بن منصور السيف الخيارين, الغربي زايد بن محمد بن زايد المنصوري, الهارب علي بن مانع بودواس العجمي, مدلل للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري, عناد عيسى بن ناصر بن طوار الكواري, مشهور راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي, غياض عيد بن نجم بن سالم العطوي, مسناد محمد بن عبد الله بالكيله العامري, هملول حمد بن خيرات بالدوده العامري, شاهين سالم بن محمد بن سالم المري, الخليجي سعد بن مبارك بالضعيف, الجذاب احمد بن حسين بن محمد القرشي, الغربي عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري, الطاير منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين, شاهين حمد بن محمد بن قعيس المري, حبيب بخيت بن سالم بن خزينه المري, ضبيان سعد بن مسعود بن علي بن حمده المري, المتحد سالم بن راشد بن عبدان, الحوت نهيان بن حمد بن هيان العامري, الذيب لسعيد بن جابر, الغفاي سعيد جابر عبد الله محمد, الخليج القفاي أو القفاي, الخليج عبد الله بن حمد بن هيان العامري, النشمي لسعد بن سليمان أو سعد بن حمد بن سليمان بن جبريل. إذن هذه الأسماء التي ستحضر مشاهدين الكرام في شوط الزمول المفتوح, تقريبا 27 اسم تحضر في هذا الشوط وفي هذا التحدي بن غراب, 27 اسم وملاك أيضا كما جرت العادة دائما يحضرون في هذه الأشواط الحساسة. والله يا أبو محمد أسامي ملاك أولا لهم بصمة في عالم السباق, كذلك أسامي زمول لهم مشاركة ولهم منافسة في أشواط الرموز وفي أشواط السيارات, والحظ من يكتب له. الشوط هذا على الأقل بعد أكثر من شوط البوش, البوش 25 هذا إلى 27 زاد عددهم, أن الجائزة مغرية وكل طعم ملك ظن بظن على بعيده, ولأن الزمول هاي لهن مشاركة قبل ولهن منافسة, لكن هو السبق الواحد مو بمسبقين كلهن من 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 الله لا يدله, لكن الإنسان الأمل وقبل شيء توفيق ربي ان شاء الله, الله يوفق الجميع ان شاء الله وبهالهم الناموس اللي يشاركون كلهم اللي شاركوا واللي بيشاركون. فالشوط مثل ما ذكرناه يا محمد شوط قوي, شوط فيه اسماء زمول الهن منافسه قبل على رموز على سيارات على اشواط سبق. مثل ما ذكرنا منهن طعمك الغربي, منهن الباز, منهن طعمك بعيد هذا غانم منصور اللي هو الرمز فيها, والخليج فيها, فيها اسماء, والقفاي
فيها اسماء زمول كلها طيبه وفعلا ان شاء الله التوفيق. نعم قبل ما اسمع ترشيحك بن غراب نسينا ناخذ ترشيحات الخبراء على شوط الحيل المفتوح، خلينا نشوف ترشيحات الزملاء المحللين على شوط الحيل المفتوح اللي هو شوط الخمسة مليون. نبدا مع بن غراب. بن غراب رشح مسيره لمحمد زايد خلفان المنصوري، بن حضيرم والبرطماني رشحوا سلابه، فهد بن حباب رشح مسيره، عبيد السناري ايضا يذهب في ترشيحه مع سلابه، حمد الغفلي بعد مع سلابه، وسالم بالاسود مع العنود لعبد الله بن سعيد بالاسود. هذا شوط الخمسة مليون شوط الحيل المفتوح. بن غراب في شوط الزمول وين رحت مع اي اسم؟ انا رشحت القفاي. رشحت القفاي سعيد بن جابر. نعم سعيد بن جابر. نعم اسلوب ركض القفاي بعيد شبوق وله منافسه قبل وركضه في الخمس الاوائل العشر الاوائل، لكن باشر الركض قوي يا ابو محمد، كلهم فات اللي فات دفاع وفاتش تعملك حق هو فاتش اثنين فاتش ذيب فاتش القفاي. نعم. اكيد انه بيستخدمون الشيء من قبل وشيء، والشوط هذا شوط كله قوي، كل فاتش اثنين وثلاثه من الملاك. نعم ونتمنى ان شاء الله التوفيق لهم. نعم قلنا جائزه هذا الشوط مليونين ريال للمركز الاول، المركز الثاني مليون ريال، المركز الثالث 250,000، الرابع 150,000، والمركز الخامس 100,000. جوائز نعم قيمه. نعم. وايضا تساهم في ارتفاع بعد اسعار الزمول. نعم بن غراب. نعم نعم في اسعار الزمول وفي المحافظه على بعد الذكر يوم تقاه السبوق، انك الامل قدامك ان شاء الله الثني الموسم الجاي ان شاء الله بينتقل الزمول، والجايات كنت تحصل قعود السبوق حافظ عليه، بتاع زين ما بتاع قدامه. نعم عبيد كيف تنظر لهذه الاسماء المسجله في شوط الزمول المفتوح؟ ابو محمد في 17 بعير الركاب هذه بشكل عام كلها لها العديد من الانجازات. 27 27 بعير 17 27 بعير لا تبع النظر 27 بعير. البس نظارتك عبيد. ها البس نظارتك تشوف انت عبيد تشوف الغالي البس النظارة. الزمول هذه شفنا منها الكثير منها عندها العديد من الانجازات، مثلا الغربي الرابع الرمز في اليوم الوطني، كذلك الرمز اذا هو الفارس اللي يمتلكه غانم منصور فبيكون ند قوي في هذا الشوط، اتوقع انه بيكون له تواجد، كذلك مدلل اللي يمتلكه راشد بن حمد بن زفن العفاري، هذا عنده سياره في سباق سيدي سمو الامير، مشهور اللي يمتلكه راشد بن سعيد الرميثي عنده سياره في الديد وله العديد من الانجازات، هملول حمد بن خيرات بالدود العامري في رصيده ثلاث سيارات، كذلك الغربي اللي يمتلكه عبد الله محمد بن زايد المنصوري هذا له العديد من الانجازات، شاهين اللي يمتلكه حمد محمد بن قيس المري في رصيده ثمان سيارات او سبع سيارات، بالاحرى حبيب اللي يمتلكه الشاعر الكبير بخيت بن سالم الخزينه في رصيده ثلاث سيارات، كذلك صاحب اشواط رئيسيه في الوثب وفي ميدان الشحاني صاحب اشواط رئيسيه. نعم كذلك بن هيان عنده الحوت وعنده الخليج وشفناها كلها في سباق يوم خذ الذيب شوط المحليات، صراحه كان له تواجد من خلال الخليج والحوت، والحوت بيكون دفاع واعتقد يخدم البعير الثاني، كذلك اللي هو القفاي اعتقد ان الذيب انتقلت ملكيته من عند بن هيان لسعيد يابر، هو صاحب الرمز في المحليات عندنا كان عند بن هيان وبيكون متواجد بتواجده بيكون قوي، الذيب احنا دائما نشوفه عند سعيد جابر دائما يزج به دفاع لخدمه اللي يجي من الخلف، كذلك نشمي سعيد بن حمد بن جبريل بن سليمان بن جبريل بيكون متواجد. صراحة بشكل عام القدام ايش رشحت عبيد؟ انا رشحت القفاي. القفاي نعم. ابو صقر وش ترشيحك في هالشوط؟ انا رشحت القفاي اللي هو الذيب بن بنهيان. كل ترشيحات على القفاي واللي ما له من الانجاز هو صاحب الرمز. نعم خنجر المحليات عندنا سعد. انا الحين واثناء العد وانا اتكلم اقول ان شاء الله يعطيني ان شاء الله والسامعين والحاضرين الله يعطينا الصحه والعافيه وطوله العمر امين. انا عندي فطيمه الحين افحمه ولد تبر ان شاء الله، عندي امل اني اركضه في هذا المركب. الله كريم يشترونه. الله كريم. الله كريم. ما راح يقعد لين يصير بعير عندك. الله كريم. بيروح. لا لا في حال من يصير حق السبوق بيقعد. الله كريم الله كريم. اذا هذا شوط ايضا جوائز كبيره وجوائز ضخمه، نشوف ترشيحات الزملاء ايضا الخبراء على هذا الشوط، ونبدا مع بن غراب. وبن غراب قال ترشيحه على القفاي.
ايضا بن حضيرم مع القفاي، وبن البرطماني مع القفاي، فهد بن حباب راح مع الرمز لصائد الرموز، غانم بن منصور سيف الخيارين، ايضا القفاي لسعيد بن جابر الملقب بالشقي يروح معاه عبيد السناري، حمد الغفلي رشح الرمز، وسالم بالاسود ايضا رشحوا الرمز لغانم بن منصور سيف الخيارين. ابو راشد، اسلوب ركض الرمز، الرمز ذا هو الفارس اللي كان وصيف الرمز في مهرجان الإمارات وثالث في مهرجان سمو الأمير، يلحق في الكيلو الأخير وبعير عنده نهاية اللي هو الرمز. أتمنى له التوفيق وجميع المشاركين الأركاب أقوياء الموجودة، عندك حبشان جاي رابع الرمز، كذلك بعير علي مانع صاحب القدرة أو ثاني عم تعقد حمد، نعم الهارب، الهارب نعم بعير قوي، عندك بعير بن حمد عنده رمزية العام في فخر الرجال وفي الحصن، قفاي اللي هو الديب بعير بن هيان تقدم كيته سعيد جابر صاحب خنجر العمانيات، بعير بن قعيس عنده يمكن 5-6 سيارات، عندك مسناد بعير بالكيله دائما يشوف العام في سنه الثنايا في منافسات الرمز دائما ثالث رابع ما يطلع من حيز الزعفران، فركاب قوى كلها يا سعد، نتمنى التوفيق لعل ابرز ما تفضلت بعير قانا منصور وبعير سعيد جابر اللي صاحب الرمز واللي جاي تابع على الرمز، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نعم، اذا مشاهدينا الكرام شفنا ترشيحات الزملاء على شوط الزمول المفتوح، ننتقل الان للحديث عن شوط الحيل العمانيات، وهذا الشوط جوائزه على النحو التالي: شلفه فضيه للفائز بالمركز الاول الى جانب سياره استون مارتن مقدمه من شركه اوريدو، هذا الشوط برعايه اوريدو، شلفه فضيه والسياره استون مارتن، خلونا نشوف السيارة أيضا ونحفز اللي راح ينطلقون في شوط الحيل العمانيات، شلفة فضية وعندك استون مارتن مقدمة من أريد، وهذه جائزة الشوط الرئيسي للحيل العمانيات، المركز الثاني 200 ألف ريال قطري، المركز الثالث 150 ألف، المركز الرابع 100 ألف، والمركز الخامس 100 ألف، وبالمناسبة جوائز اليوم الختامي جوائز الأربع أشواط فاقت 16 مليون وتقريبا 300 ألف، 16 مليون و300 ألف تقريبا مجموع جوائز اليوم الختامي، نقول الله يطول عمر سيدي أمير البلاد المفدى على دعمه اللامحدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نتعرف على شوط الحيل العمانيات اللي بالمناسبة راح يكون هو الشوط الأول في انطلاقاتنا بكرة اللي راح تكون في تمام الساعة 1:30، نتعرف معكم الآن على الأسماء: المملكة محمد بن حمد بن سليمان بن جبرين، سرت صالح بن حمد القمرة، جبارة رياض بن ثامر السعدون، الدوحة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، رموز سيف بن جعفر بن مرخان الكتبي، دمعة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وشل لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، حضور منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، براهين غانم بن منصور آل سيف الخيارين، وبرة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، سمحة محمد بن سالم بن عسيكر المري. إذن هذا هو الشوط الرئيسي الخاص بالحيل العمانيات، وعندنا تقريبا 10 أسماء بكرة في هذا الشوط الرئيسي. حمد، كلمني عن هذا الشوط وأيضا عن قيمة هذا الشوط وعن أصالته والأسماء اللي تحضر فيها أيضا كلها سجلاتها مليئة بالرموز. والله بالطبع أبو محمد، الشوط هذا ما يقل أهمية عن الشوط المفتوح، وتواجد فيه بس الحول المحليات وعلى رأس المملكة محمد بن حمد بن سليمان الجبرين، صاحبة آخر إنجاز لها سيف مهرجان جائزة زايد الكبرى، ناقة سبوق ماخذها العديد من الرموز منهن مزهرية النجاح، عندك سرت صالح بن حمد القمرة في رصيدها أيضا سيف مهرجان جائزة زايد الكبرى، عندك جبارة الرياض بن ثامر السعدون في رصيدها سيارات، عندك رموز لسيف بن جعفر بن مرخان في رصيدها سيارة فخر الأجيال حصلت على المركز الرابع في شوط الرمز، عندك شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري من خلال مشاركات وشيل المتواجد، عندك حضور المنصور بن محمد بن منصور، هذه البكرة أبو محمد ماخذة عندنا الكاس المفتوح في الوثبة في سن الإذاع حصلت على المركز الثالث في شلفة سمو الأمير في سن الإذاع، ثنية ما شاركت ما كانت لها مشاركات، والسنة حصلت على المركز الثاني في الشوط المحليات شوط خنيار الحول المحليات، براهين الغانم بن منصور هي الثالث في الكبرى في الشوط الأول الصبح الفترة الصباحية، وناقة طيبة سبوق،
عندك وابرة أهل سعيد بن عبد الهادي الشهواني على ما أعتقد حصلت على المركز الرابع. المركز الثالث ويا حضور دخلت هي وحضوره على الخط. فيعني تقدر تقول كتصنيف شوط حضور بتكون خطيرة للغاية لأنها وصيفة رمز المحليات في مهرجان سمو الأمير، وعندك المملكة ما نغفلها. بشكل عام كضغط شوط أبو محمد أخف من ضغط الشوط المفتوح، لكن كتركيز مطايا عندك بتكون حضور لها دور في الشوط من حيث المنافسة، يعني مصنفة في رصيدها رمز ثالث على الرمز ثاني في مهرجان سمو الأمير، ترشح الناقة هذه. وش رشحت انت؟ انا رشحت حضور. رشحت حضور. بن حضير وين رحت في ترشيحك؟ انا رحت عند رموز السيب بن جعفر برمنخان الجتبي. نعم، اسلوب ركض رموز. والله رموز تقوم من البداية ابو محمد. تقوم والناقة تقوم وتواصل، ما تقوم وتأخر الناقة، ولها سيارة في فخر الأشجار. نعم. إذا نشوف ترشيحات الزملاء أيضا على شوط الحيل العمانيات، والجائزة المقدمة من أريدو عبارة عن سيارة أستون مارتن بالإضافة إلى الشلفة الفضية. نشوف ترشيحات الزملاء المحللين. بن غراب نشوف ترشيحك يا بن غراب يروح مع حضور لمنصور بن محمد السيف الخيرين. بن حضيرم رموز البرطماني أيضا حضور. فهد بن حباب حضور. عبيد السناري حضور، وأيضا الغفلي حضور، وسالم بن الأسود حضور. ما في إلا بن حضير مرشح رموز. إذا حضور أقول لك بن حباب، أسلوب ركض حضور يريد تعلمنا بأسلوبها وطريقتها. حضور مثل ما تفضل أخوي حمد، حضور صاحبة رمز الجذاع في ميدان الوثبة. حضور دخولها في يعني تقريبا الكيلوين الأخيرة تبدأ تبرز، والبكرة الناقة عندها نهاية طيبة، لكن ناقة خلال الموسم اللي فات كانت متعرق لها فيها إصابة، السنة شفنا لها تواجد وصيفة الرمز في هذا العام، ونتمنى لها إن شاء الله بكرة نشوف لها نتيجة طيبة وأنها تحصل على شلفة العمانيات. نعم، أيضا هناك خنجر فضي راح يكون بكرة في شوط الزمول العمانيات، وراح يكون هو الشوط الثاني. جائزة هذا الشوط عبارة عن خنجر فضي وسيارة مكلارن مقدمة من بنك قطر الوطني من كيو ام بي. إذا خنجر فضي وسيارة مكلارن. نشوف الأسماء في هذا الشوط: صوغان حمد بن راشد الجفاري النعيمي، مياس حمد بن رملي العامري، سلهود غدير بن حميد بن عثعيث الراشدي، هجام راشد بن سالم بن دوحة المري، شاهين سعيد بن عبيد بن قطيان المري، الخور ناصر بن عبد الله المسند، هملول فرج بن حمد بن حفار، شاهين عبيد بن سالم بضفيره العامري، سراب حمد بن صالح بن حمد بن مقارح، ضبيان علي بن محمد بن سهيل المزروعي، هملول علي بن سالم بن علي الدرعي، شاهين محمد بن مظفر بن محمد العامري، شاهين سعيد بن سالم بن صبيح المري، برزان جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، الشبل حمد بن راشد بن غدير الكتبي، وحشيم لمحمد بن سعيد أبو سعيد الخيارين. إذن 16 اسما سوف تتنافس على هذه الجائزة، السيارة المكلارن المقدمة من كيو ام بي بنك قطر الوطني. إلى جانب السيارة المكلارن هناك خنجر فضي، المركز الثاني 150,000 ريال، المركز الثالث 100,000، المركز الرابع 50,000، والمركز الخامس 30,000 ريال. فكل الأمنيات بالتوفيق للجميع. بالغراب او بالاسود كيف تنظر لهذه الاسماء وماضيها ايضا؟ والله الشوط قوي يا ابو محمد، الاسماء هذه اثنى على اشوفها، لعل ابرزها ضبيان قعود مزروعي، هذا جاي وصيف الذيب في عندنا في الختامي على الخنجر المانيات، كذلك سلهود قعود غدير الراشدي جاي ثالث على الرمز. لعل هذه ابرز الاسماء المتواجدات. عندك الخور لناصر المسند، ناصر نحضره اليوم الشوط الاول حقق نتيجه مشرفه. الاسماء قويه، يا عندك الشبل قعود غدير شفناه استخدمه كوره رابعه في الشوط المفتوح مره هذه، شاهين محمد مظفر السنه وشاهين مظفر ما سبق السنه ما سبق كلها قويه. لا سابق ماخذ سياره، عنده سيارتين ما هو يا ثاني على البعير. لا لا سابق ماخذ سياره والبعير كلها مستواها متغار يا ابو محمد. لا شك ضبيان اقولها ابرزها لان كان وصيف الرمز في خنجر العمانيات في رئيس سمو سيدي امير البلاد مهدى، ورشحت له ضبيان. يمكن في بعيرين ابو محمد ما راح يشاركن
في هذا الشوط بسبب إصابة اللي هو سلهود بعير غدير بن حميد بن عثيث الراشدي وهملول العلي بن سالم وداود الدرعي. نعم قلت لي البرطماني ان في بعير ما راح يشارك في الشوط المفتوح اللي هو قناد. قناد نعم ايضا نعم. بغدير بن حميد بن عثيث الراشدي نعم لا عارض صحي صار معه الحلال اللي هو قناد بعير غدير بن حميد بن عثيث الراشدي هو نفس راعي سلهود. اي نعم نفس راعي سلهود. نعم بن غراب شو تقول في الشوط بكره شوط الزبون العمانيات؟ والله يا ابو محمد شوط طيب وفيه زبون سبق كلهم مناقشات طيبه وعدد والله لا يقل عن 18 لكن كثير قلنا اثنين منهم هم مشاركين في الشوط. يا ابو محمد شوط فيه شاهين بعد مظفر فيه الخور فيه تعمرك الشبل فيه زمول كلهم طيبات. رشحت بن غراب؟ انا رشحت الشبل الحمد بن راهد بن غدير. اسلوبه؟ اسلوبه لك ظله طيب ان بغيته يقوم يقوم وان بغيته يتم في الشوط وعند وين تطلب منه بعثه خير ان شاء الله. نعم وقعد بعيد شبوب نعم ورجال مضمر ومالك سبك. نعم نشوف اذا المشاهدين الكرام معاكم ترشيحات الزملاء في هذا الشوط. بن غراب نبدا معاه رشح الشبل لحمد بن راشد بن غدير الكتبي. ايضا بن حضيرم يذهب مع الشبل البرطماني. ايضا مع الشبل فهد بن حباب رشح ظبيان العلي بن محمد بن سهيل المزروعي. عبيد السناري ايضا راح في ترشيحه مع ظبيان. الغفلي رشح الشبل وسالم بالأسود راح مع ظبيان. أشوف بن حباب رشح ظبيان وأيضا مجموعة من الأخوان رشحوا ظبيان. خبرنا عن ظبران ظبيان. ظبيان هو صيف الرمز في شوط زمول العمانيات في سباق سيدي سمو الأمير بناء على ركضه اللي شفناه كان لحوق طيب وهو وصيف الرمز اللي كان ماخذ الرمز حاصل على رمز الذيب مملوك للسيد عبد الله محمد بن هيان يروح المفتوح. الذيب انتقلت ملكيته وانتقل للشوط فوجهة نظري هو المرشح الأجدر للحصول على هذا الشوط حسب مركزه اللي شفناه قبل شهر تقريبا. نعم اللي حد بيضيف شيء على مستوى الشوط المفتوح بصقر عندك تكتيك معين تبي تقوله في شوط الحي المفتوح؟ لا بس بنعرق على بعض الأمور المتوقعة في خريطة الشوط يعني. نعم في شوط الحي المفتوح بالطبع شوط الملايين. إذا تكلمنا عن شوط الملايين أبو محمد أنا أتوقع التكتل الأول بعد يعني بتكون اندفاع عشوائية. مجموعة الهجن موجودة النصابة 25 شوط المراكز متقاربة لكن هذه الخريطة راح تتوزع بعد الكيلوين وراح يصير بعد الانتشار بتتوزع الأسماء وبدأت تضح روية المنافسين. بالنسبة لسليمان بن حمد بن جبرين نازل بسبع أي مطية عنده بتكون في المقدمة بطبيعة الحال من الأوراق اللي موجودة هني الأوراق الرابحة واللي تبعث عدم مؤشر اطمئنان استلامها للمقدمة مسيرة الغربية الدوحة العاصمة. هذه الأربع كل المنافسين اللي موجودين ما يتركون لهم أي مقال لكن المازق الحقيقي اللي راح يكون في حالة وجود مسيرة في المركز السادس أو الخامس ووجود الغربية في مقدمة الشوط هني بيكون صعوبة بمكان المنافسين بطبيعة الحال بتقدم الشوط بشكل كامل مع الغربية اللي هي مطراش لأنها إذا دخلت حاجز الكيلو المطية هذه نتابعناها الناقة هذه في كل الاشتراكات على الرغم من أحيانا تي مركز الثاني أو تي مركز الثالث ولكنها عندها غارة وعندها استطاعة وقدرة تحويلية تأخذ على الأقل 200-300 متر اندفاعة فبطبيعة الحال صعوبة بمكان يتركونها. سلابة بتكون على حسب الأوامر وشوق راح تقوم بدور استنزاف في خط المقدمة وكشف أوراق المشاركين إذا ساعدتها الطاقة في مجارات الغربية أو مسيرة. سلابة في نهاية المطاف وصولها في المنافس الجادة أتوقع مع مسيرة ومع الغربية راح نشوف مشهد صراحة حماسي لأبعد الحدود. نعم هذا المشهد الحماسي بن غراب نقدر نقول أنه في الكيلومتر الأخير بيكون فيه كسر للتوقيت في الكيلو الأخير. أتوقع أنا أن الأقوى سرعة في الشوط بيكون من كيلو ونص وياي في الكيلو ونص الأخيرة. إيه نعم لا نغفل دور الدوحة والعاصمة أيضا يعني إلى جانب الدوحة والعاصمة ومسيرة وسلابة هذه الأربع والغربية الخامسة هذه اللي بيكون من صاحبة الشوط أنا أتوقع. وبداية وحضور
وبداية وحضور بيكون لهم دور أيضا، لكن أتكلم عن كصلابة وكقوة هذا الشوط بعض الهجن يمكن ما اشتركت ما تواجهت مع هذه الأسماء، لكن إذا تكلمنا عن مسيرة عن الغربية عن سلابة دخلت في مواجهات وأكبرها سيف آخرها سيف سمو الأمير وتابعنا مسيرة والغربية بدون أي تعليمات وبرها وصلا والعنود والعنود باكر بتكون في اختبار صعب يعني بعيد كل البعد عن تاريخ اللي شاركت بأول. ناقة دخلت في أشواط توقيتات مميزة حصلت على سيارات حصلت على مقسم قصر الحصن، ولكن غدا تدخل في مواجهة في هجن على أعلى مستوى ونتمنى لها التوفيق والناقة باكر بتكون في اختبار حقيقي. إلى جانب في ناقة هني اللي هي بيضة أيضا غدا راح تكون في اختبار صعب جدا في مع من هيلة البيعة المري عند محمد بن زايد العابرة اللي سماها العابرة أيضا هذه تعتبر وافد جديد على هذا الشوط المفتوح. نعم دخول جار الله بالدوحة والعاصمة والعاصمة هذا دخول خطير ويحسب لها الحساب. نعم محمد أنا أقول صعبة تكهن يعني ما تقول خمس ولا ست بوش هذه لها كلهن قوة وكلهن سبت والنصيب جسمه عند رب العالمين ما تروم تقول أنت هذه لها الخمس بيكون بينهن السب أن البوش هذا مستواهن وأداهن تقريبا كله واحد والتوفيق والنصيب عند الله المطية اللي جبلتها زينة وأداها زين بتقدم عرض عندك بداية يا رابع هني كيف بتظهر من الخمس هذه لها ما تظهر خطيرة بكرة بداية. نعم بوش قوى ابو محمد هذه للبوش كل ما تقول ناقه يدك خير عن ناقه هذه للبوش باكر توفيق عند الله وتسيير وجبله وصحه للمطيه ونحن بنتمتع نحن واللي بيتابعنا عبر قناه الرياض شوط صعب نعم شوط ملايين نعم محمد انا اتكلم على الورق 25 اسم التوفيق من رب العالمين نطلبه للمشاركين وايضا المشاركين يطلبون التوفيق من رب العالمين هذا والسبق يسمو نصيب ان نتكلم قبل النتيجه نتكلم على الورق اللي رايح حدث رب العالمين لكن نتكلم عن الخمس من أقوى المرشحات حيل من النخبة حيل من الدرجة الأولى إذا نتيجتها راح تكون منطقية اللي هي مسيرة الغربية العاصمة والدوحة إلى جانب سلابة وبداية حضور بداية حضور العنود سامي كثير موجودة والمفاجأة واردة يعني ما نتكلم عن نتيجة أقول راعي السيف بكرة اللي يتحمل عصا بكرة من كيلو واحد من يدخل حيز الكيلو اللي يتحمل عصا ضغط العصا نعم يعني العصا بكرة من وين بنشوفها والله مرة كيلو أقول كيلو متي ولا كيلو نص من قبل أنا أعتقد يكمل كيلو ونص لكن أنا أعتقد إذا الرمز هذا بيقعد في الشحانية جرى الله بن عقيل الخطير فيه في الشوط هذا وبالذات الدوحة لأن العام في مهرجان سمو ولي العهد يتنا الأسماء ولا طرقنا الاسم جار الله بن عقيل في الترشيح وحصل على المركز الأول والمركز الثاني صحيح. وحصلت على المركز الثالث إعلان وإعلان ناقة لها مستوى وحصلت على المركز الرابع اللي هي ناقة بن جبري والخامس اللي هي حربة لسعيد يابر كتصنيف شوط أنا أعتقد إذا 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 السيف هذا ما بيطلع من الشحانية بيقعد عند جار الله بن عقيل وغير جار الله بن عقيل يعني ما راح يقعد طول في الشحانية ايه؟ أعتقد جار الله بن عقيل ومسيرة مسيره مسجله باسم محمد زايد انا اشوفها في الكشف مسيره كلنا نعرفها مسيره ما خلصت احنا قلنا انا مسيره هي ناقه حيه ولكن بتروح بشعار والله مسير انا من منصور لكن مثل ما قلت لك اللجنه مشدده والشريحه باسم محمد زايد خلفان المنصوري لذلك راح تشارك باسم المنصوري ولكن عليها شعار خيري مسيره ما حد استقل لكن انا شفت الكشف انه باسم محمد بن زايد قلنا لك زين بداية الحلقة مسيرة مو تدري لكن كاسم أنا أقول لك كاسم موجود أنتم بتذيعونها بكرة باسم محمد زايد نعم أكيد ما بتذيعونها باسم غانم لا ما راح نذيع خلاص لكن الناقة معروفة هي من هيلة معروفة الناقة بس راح تكون شعار كمسيرة صايد الرموز مسيرة قوي بس أنا أقول لك عن الاسم لأن كلنا نحن نجهل اللي هي الدوحة ونجهل العاصمة كمعلومات عنهن يعني كماضي لكن مثل سلابة ناقة معروفة لمحمد بن راشد بن غدير عندك النقاط مثل غربية محمد زايد عندك اللي هي مسيرة عندك بداية محمد بن سلطان بن مرخان ونحن ما نستغرب المفاجأة من شعار جار الله بن عقيل شعار رموز في المهرجان هذا حصل على رمز من خلال برق شارك في ميدان بو سمرة حصل على رمز جار الله بن عقيل باكر حضوره في الشوط لأجل انتزاع الرمز مش فقط أنه يكون مثلا تكميلي لا نعم علي الشراب يقول سلم على الربع كلهم سلام واجد وخص السلام محمد الغفلي يقول قعودك بيشتريه
اللي على التبر واصل بدون شراء ما شراء ما في شراء لا يبقى تقليط ما طار شراء زين شراء ولا البيع ممنوع يبقى تقليط واصل مرة يقول مباشر حملوه خلوه يجي نعم أما بيع ما فيه لا يبي مشتراه ألا نطلب حد من الشيوخ نعم أبو محمد بعدين في ترشيح مطلق وفي نتيجة مؤكدة وفي تكهن وتوقعات وهاي التوقعات دائما أحيانا تصيب وأحيانا ما تصيب فدائما مو تبنى الناس وبس بقول لك بصقر يوم نتكلم بالكلام هذا أنتم بتحبون الجماعة كلهم وتبون نعم. لهم كلهم الخير نعم. نعم. أنا داري والله العظيم إني داري ولكن هذا كل واحد في أحيانا وجهة نظر أحيانا يا أبو محمد أبو محمد إن شاء الله بسلم عليه أنا أتكلم من محط تجربة نعم. أنا أتكلم من محط تجربة في بعض الناس يستغلون نتيجة ما في تحوير كلام ما أقرأ كلام وأنا أقول الحين الآن إحنا في الحلقة ولا شوط غدا تحوير الكلام واستغلال النتيجة ما له داعي أنا أتكلم إحنا نتكلم قبل النتيجة نعم فقط إذن شكرا لك سعيد برطماني شكرا لك أبو سلطان سهرناك الليلة ويانا شكرا لك عبيد السناري شكرا لك فهد أيضا سالم وسالم والمهندس حمد المبطي الغفلي مشاهدين الكرام وصلنا إلى خط النهاية في هذه الحلقة قبل الختام نذكركم بأن الانطلاقة بكرة راح تكون في تمام الساعة 1:30 من ظهر يوم الغد الشوط الأول راح يكون شوط خاص بالحيل العمانيات الشوط الثاني شوط الزمول العمانيات الشوط الثالث شوط الزمول المفتوح ومسك الختام الشوط الرابع سيكون مع شوط الحيل المفتوح والجوائز القيمة الكبرى التي ستنتظر المشاركين في يوم الغد الأمنيات كلها وندعو من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وأن يوفقوا بكرة في انطلاقة وفي منافسة مثيرة ستجمعهم داخل أرضية ميدان الشيحانية ميدان التحدي قبل الختام سأودعكم على إهداء قادم من الشاعر الكبير صالح بن سالم المانعة المري يهديه لعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة واللي شاركوا في هذا المهرجان مهرجان المؤسس رحمه الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرحبا بضيوفنا من كل دار باسم الوطن والشعب من بعد الأمير من الكرم سموا على قدر وقار ومن الغلا حلوا على زل وحرير في وطن كسفت المدح من غين الصقيل مكرمين الضيف الجزري لمدات وطباع باسم بالثاني تميم الفخر عز الدخيل مرحبا بضيوفنا اللي لهم بالعز باع باسم بالثاني تميم الفخر عز الدخيل مرحبا بضيوفنا اللي لهم بالعز باع في وصوف الهجن قلبي مع السابق يميل مستسقى هاجس الشرب زوم الشجاع الهجل مضمر السبق مشوار طويل ما تهوى في سنعها ولا تمسي اجياع ضمار فيها من الصيد من عقب المقيل ديار حس البنادق مع وجه الشاع كل سمرا وصفها من فصيلتها قليل رساها مذعور وترد في لون السباع كانها ظبي تذير على ريح الفتيل التمك مخطيه واخطى من أماته وضاع سابق قد هي على السبق متادة وصيل متى رد سبقها من فطيم إلى رباع لن طارق شوط التحدي على الرمز الثقيل روحت في مقدم الشوط مرواح الوداع العاصة كانها تسلم على الغارب الأصيل ما تحرك لين تعصر على خط النزاع رحب الجمهور والشيخ والسيف الصقيل رمزها ما قدمت فيه للشعر تباع في وطن كسفت المدح من غين الصقيل مكرمين الضيف جازري لمدات وطباع باسم بالثاني تميم الفخر عز الدين
الخير مرحبا بضيوفنا اللي لهم بالعزبة باسم من هاني تميم الفخر عز الدخيل مرحبا بضيوفنا اللي لهم بالعزبة في وصوف الهجن قلبي مع السابق يميل مستسقى هاجس الشرب زوم الشجاع الهجل مضمر السبق مشوار طويل ما تهوى في سناعها ولا تمسي اجيا ضمار فيها من الصيد من عقب المقيل ديار حس البنادق مع وجه الشاع كل سمر وصفها من فصيلتها قليل رساها مذعور وترد في لون السبع كانها ظبي تذير على ريح الفتيل اتفق مخطيه واخطى من امته وضاع سابق قد هي على السبق متاده وصيل متى رد سبقها من فطيم الى رباع لن طالب شوط التحدي على الرمز الثقيل رواحت في مقدم الشوط مرواح الوداع العصا كانها تسلم على الغالب لاصيل ما تحرك لنتاصل على خط النزاع رحاب الجمهور والشيخ والسيف الصقيل رمزها ما قدمت فيه للشاري تباع محاط جمهور